شكرا للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكبار الكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، معكم يتجدد لقاء اليوم الأهلي مع الاتحاد السكندري في إطار الجولة الأخيرة، أو يعني في إطار بقى يعني منافسات الجولة الأخيرة لدوري الجمهورية مواليد 2003. نتمنى ان احنا نشوف ماتش ممتع وجميل من لاعبي الفريقين في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، ويعني ان شاء الله نستمتع سويا بهذه الاجواء الكرويه الجميله هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر مشاهدينا الاعزاء. مع مخرجنا الاستاذ محمد الدكروري ندخل مع حضراتكم اجواء المباراه. الاهلي اللي لعب 22 مباراه في المجمل حقق الفوز في 15 مره وتعادل يعني مرتين منهم مكسب. طبعا كلنا عارفين انه التعادل بيتم لعب بركلات ترجيح بعده، الاهلي حقق الانتصار بركلات ترجيح مره وخسر مره، وله 45 هدف كاقوى هجوم في الدوري وعليه 19 هدف ايضا كاقوى دفاع، 48 نقطة في المركز الأول. أما نادي الاتحاد لعب 21 مباراة حقق الفوز في 9، تعادل ويعني في 6 مرات وخسر 6 مرات، له 33 هدف عليه 27 هدف ولديه 37 نقطة في المركز السابع. النادي الأهلي بقى في المرحلة أو بداية الجولة اللي هي النهائية دي، اللي طبعا تم تقسيم المجموعة طبعا مشاهدين الأعزاء لعشر فرق اللي هم بيتنافسوا على الفوز وتحقيق اللقب. النادي الأهلي حقق يعني الفوز مرتين في المرحلة النهائية، كسب بتروجيت 3-1 في المباراة اللي كانت منقولة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الأهلي، وأيضا في اللقاء السابق كان حقق الفوز على نادي بيراميدز بملعب الدفاع الجوي ملعب بيراميدز بهدفين مقابل هدف كان سجلهم بقى هداف الفريق اللاعب المميز محمد سمير اللي هو طبعا لديه 12 هدف مشاهدينا الأعزاء. ادي امامنا طبعا طاقم التحكيم لمباراه اليوم كابتن ابراهيم محجوب ومعاه محمود عامر وهاشم عبد المريد، نتمنى لهم التوفيق النهارده مع لاعبي الفريقين زي ما حضراتكم شايفين، ويعني قرعه بقى واجواء ما قبل اللقاء ومين هياخد الملعب ومين هياخد الكوره والسلام والروح الرياضيه الجميله اللي طبعا متواجده ما بين لاعبي الفريقين النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري. ان شاء الله وسط هذه الاجواء الممتعه والجميله نشوف بقى أداء مميز من لاعبي الفريقين ونستمتع سويا وتكون الإثارة والندية والمتعة الكروية حاضرة معنا في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا في كل مكان. الأهلي أقوى هجوم زي ما قلنا 45 نقطة، وأيضا الأهلي أقوى دفاع حيث تلقت شباك الفريق 19 هدف فقط، وأكثر بقى فريق تعادل ومكسب في دوري هذا الموسم كان نادي بتروجيت، يعني حيث حقق الفوز 9 مرات بركلات الترجيح، يعني هو الفريق اتعادل 10 مرات في الدوري مشاهدينا الأعزاء، حقق الفوز منهم 9 مرات بركلات الترجيح ما بعد نهاية المباراة، وخسر مباراة وحيدة فقط بركلات الترجيح. يأتي بعده المقاولون العرب يعني حقق الفوز أيضا 7 مرات بركلات الترجيح، وأضعف هجوم هو نادي المقاولون العرب كان سجل 22 هدف فقط، وأضعف دفاع نادي بيراميدز وتلقت شباكه 32 هدف. يعني بيراميدز من الفرق اللي هي طبعا دفاعها ضعيف جدا، يعني حيث انه هو اضعف دفاع في دوري هذا الموسم لمواليد 2003 وتلقت شباكه 32 هدف. يعني الحقيقه النهارده طبعا مشاهدينا الاعزاء الاهلي مع الاتحاد، وان شاء الله رب العالمين ايضا هناك مباريات المصري مع بيراميدز، سيراميكا كليوباترا مع فاركو، انبي مع بتروجيتا، المقاولون العرب مع الزمالك. ادي امامنا لاعبي النادي الاهلي والاستعدادات بقى مع المدير الفني الكفء والكبير كابتن احمد عبد الظاهر لبدايه احداث هذا اللقاء، وعلى الجانب الاخر ايضا نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. صور تذكاريه واستعداد ليعني خوض بقى هذا اللقاء، تشكيل الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي النهارده، كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني، احمد جلال المدرب العام، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، والمدير الفني او المدير بقى الاداري المميز كابتن محمد راشد، ودكتور علاء مأمون طبيب الفريق، عمر شعراوي مدرب الأحمال، عبد الحميد حسين مدلك، عبد الرحيم سونج مسؤول المهمات، ورمضان حارس مسؤول المهمات. زي ما قلنا لحضراتكم النادي الأهلي يتصدر
يعني صدارة بقى الهدافين سمير محمد اللي لديه 12 هدف، ويأتي بعده علي نادر وسجل 8 أهداف في الدوري هذا الموسم. مشاهدينا الأعزاء، أدي أمامنا لاعبي النادي الأهلي، ونتمنى التوفيق للأهلي في المباراة. غيابات النادي الأهلي النهاردة: كريم عثمان للإصابة، أحمد داوود، يوسف شريف، وطبعا كلنا عارفين ومتابعين اللي متصعدين بقى مع الفريق الأول كريم الدبيس ومصطفى مخلوف. والغيابات النهارده يعني ايضا هناك محمد شرقيه، اعارات رأفت خليل، عبد الرحمن رشدان، محمد حمدي، ميسي، وان شاء الله رب العالمين نشوف بقى ماتش حلو النهارده. مشاهدينا الاعزاء، الاهلي اللي حقق الفوز الفريق الاول على مدياما الغاني، وتاهل بقى للمره الثامنه على التوالي للدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. الاهلي حامل اللقب طبعا باذن الله، يقدر النادي الاهلي مع مارسيل كولر ودعم بقى مميز من مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب بيبو الاسطوره، والاهلي يقدر ان هو باذن الله يحقق اللقب من جديد. مشاهدين الاعزاء، لقب دوري ابطال افريقيا والاميره السمراء اللي دايما الاهلي متعود على تحقيقها. بدانا مع حضراتكم احداث هذا اللقاء. على ايدنا اليمين نادي الاتحاد اللي مع الكره دلوقتي بالتيشيرت الاخضر، الالوان المميزه لنادي الاتحاد، وايضا النادي الاهلي بالتيشيرت الاحمر مشاهدينا الاعزاء المميز والشورت الابيض. ادي امامنا انطلاقه من ناحيه الشمال، واحمد اشرف بيحاول يعدي، واول مخالفه واول قرار بقى من حكم اللقاء كابتن ابراهيم محبوب اللي بيدي ركله حره لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال في بدايه احداث هذا اللقاء. النهارده طبعا تشكيل الفريقين مشاهدينا الاعزاء: النادي الاهلي طارق حسن لحراسه المرمى، ابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله، مصطفى ابو الخير، احمد اشرف، محمد وائل، احمد طعيمه، ميدو نبيل، مازن اسامه، سمير محمد، علي نادر. اما نادي الاتحاد: محمد صلاح، احمد بهاء، زغلول الدسوقي، محمود محمد، حبيب علي، شوقي السعيد، ومحمد طارق. نشوف الهجمه دي الاول، كره عرضيه اتلعبت ولكن خرجها دفاع نادي الاتحاد. نعود مره ثانيه لتشكيل نادي الاتحاد: محمد فاروق، عمرو مطاوع، حسين محمد، مازن اشرف، وشهاب خالد. ان شاء الله نشوف ماتش حلو النهارده في احداث هذا اللقاء. اتلعبت الكوره والى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء، وطبعا كلنا شفنا بقى يعني الاستعراض لارقام اللاعب محمد ياسر اللي تالق جدا طبعا في الدوري التشيكي مشاهدينا الاعزاء، وهو احد اللاعبين المعارين من النادي الاهلي، واهداف مميزه جدا طبعا مشاهدينا الاعزاء للاعب محمد ياسر اللي هو طبعا مواليد 2001. بعد انطلاقه توصل في وسط الملعب للاعب مصطفى ابو الخير اللي بيلعب الكره في الوسط كده عند ميدو، ميدو بيعيد الكره في الخلف هناك عند اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، اللاعب الهداف اللي لديه 4 اهداف في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء. مصطفى ابو الخير اللي بيلعب الكره الاماميه، مصطفى عاليه ومعديه، كره خطره كده داخل او على حدود منطقه الجزاء نادي الاتحاد السكندري، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. في هذه اللحظات اللاعب حسين محمد بيخرج الكره الى خارج ارض الملعب. ترجع الكره مره ثانيه لمصطفى ابو الخير، لاعب مميز، لاعب من اللعيبه المهمه جدا بقى في تشكيل النادي الاهلي النهارده. وادي كره تتلعب لسمير محمد اللاعب الهداف واللاعب المميز، اللاعب اللي سجل 12 هدف في دوري هذا الموسم. بيلعب كره لمحمد وائل اللي بياخد الكره ويقطع كده، وكره حلوه ولعبه ثلاثيه كده من لاعبي النادي الاهلي على حدود منطقه جزاء نادي الاتحاد السكندري. والاهلي اللي بيحاول بقى يعني ان هو يبادر بدري جدا يعني عمل كرات هجوميه كده في محاولة لتسجيل الهدف الأول في أحداث هذا اللقاء، إنما الكرة تمر إلى خارج الملعب. أدي أمامنا محمد وائل، واحد من اللعيبة المميزين جدا، سجل 3 أهداف في مرمى السد بأسوان ومرمى بيراميدز ومرمى بتروجيت. يشغل بقى الجبهة اليمنى الدفاعية للنادي الأهلي، بالمناسبة لعيب مميز جدا محمد وائل. والنهارده شايفين بقى التشكيل: محمد وائل على اليمين وأحمد أشرف على الشمال، والنادي الأهلي يحدوه الأمال النهارده في تحقيق فوز على نادي الاتحاد من أجل مواصلة الصدارة لدوري هذا الموسم مشاهدينا الأعزاء. الأهلي حامل اللقب طبعا لدوري الجمهورية مواليد 2003، ويسعى أيضا لتحقيق اللقب في هذا الموسم. محمد صلاح حارس المرمى بيلعب الكرة الأمامية العالية معدية كده واصلة هناك ناحية اليمين، ولكن ترتد وتعود الكرة من اللاعب أحمد أشرف وترجع لسمير محمد اللي بيحاول يعدي من ناحية الشمال، ولكن حكم اللقاء هنشوف بقى الدفاول لصالح نادي الاتحاد من ناحية اليمين. لازلنا في الدقائق الأولى من عمر أحداث هذا اللقاء، ولا زال بقى يعني التعادل السلبي بدون أهداف، وشفنا المبادرة الهجومية من لاعبي النادي الأهلي. تتلعب الكرة أمامية، وادي محاولة بقى من اللاعب زغلول الدسوقي، واحد من لاعبي الفريق الأول. اللاعب زغلول ده اللي هو متواجد مع نادي الاتحاد وكابتن الفرقه النهارده. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اسلام عبد الله، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. بيلعبها محمود محمد وبيلعب الكره مره ثانيه، وادي المحاوله لمحمد فاروق، انما المساعد بقى الثاني هنا
كابتن هاشم عبد المريد بيدي رميه التماس لصالح النادي الاهلي ولصالح اللاعب اسلام عبد الله. اسلام عبد الله ورميه التماس من ناحيه الشمال بتتلعب على طول اماميه وتصل الكره كده في وسط الملعب للاعب شوقي السعيد اللي بيلعبها وتوصل هناك الى خارج ارض الملعب عند الحارس طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. طارق حسن شفنا طبعا التالق بقى الاوفى مصطفى شوبير في مباراه ميدياما. تالق كبير جدا طبعا لحراس مرمى النادي الاهلي. كل الامنيات ايضا بالشفاء للكابتن بقى والنجم الكبير كابتن محمد الشناوي. ادي كره تتلعب على طول وتصل كده في الخلف للاعبي النادي الاهلي. كره في وسط الملعب مصطفى ابو الخير يا ولد يا مصطفى بيلعب كره بينيه حلوه لميدو نبيل ناحيه اليمين وادي ميدو بيلعب البينيه. ادي كره بقى بينيه حلوه في اتجاه اللاعب علي نادر اللي عنده 8 اهداف في دوري هذا الموسم. ميدو نبيل دايما بيمتاز كده بالاسيستات المميزه يعني كرته جميله جدا الحقيقه دايما بيلعبها كده وبيوصل زملائه بقى اللي هم سمير محمد وعلي نادر. يعني سمير محمد سجل 12 هدف وعلي نادر سجل 8 اهداف يعني الاثنين دول عندهم 20 هدف مشاهدينا الاعزاء. خلي بالك المهاجم لما يسجل اهداف او المهاجمين لما يسجلوا اهداف بالتاكيد بيكون هناك عمل جماعي ايضا من لاعبي بقى الوسط الهجومي للنادي الاهلي زي ميدو نبيل وزي طبعا اللاعب مازن اسامه واحمد طعيمه واحمد اشرف وغيره من النجوم اللي دايما بيلعبوا وبيقدموا بقى المسانده والمساعده لزملائهم على المستوى الهجومي اللي بالتالي بيترجموا بقى هذا الكلام الى اهداف. 20 هدف سجلهم سمير محمد وعلي نادر، 12 لمحمد سمير وعلي نادر اللي كان سجل بقى 8 اهداف في دوري هذا الموسم. في انتظار المزيد باذن الله. ادي كره بتتلعب على طول توصل مره ثانيه للنادي الاهلي. ادي سمير محمد، سمير بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال عند اللاعب احمد اشرف، لاعب مميز، لاعب يعني رائع على المستوى الهجومي، بيلعب كره عرضيه وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم. ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال رايح لها على طول اللاعب بقى المميز ميدو نبيل في هذه اللحظات. ادي ميدو نبيل بالقميص رقم 22 والركله الركنيه الاهلاويه من ناحية الشمال في هذه اللحظة. ادي الركلة الركنية وشايفين بقى اسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم مكملين داخل منطقة الجزاء وبيعملوا الزيادة. وادي الكرة العرضية خطرة جدا خطرة جدا. وادي اسلام عبد الله اللي لسه بنتكلم وبنقول وعلى طول بيلعب الكرة انما الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى. اسلام عبد الله بالمناسبة عنده بقى يعني هاتريك في مباراة بيراميدز اللي كان سجل بقى فيها هاتريك هذا اللاعب والاهلي كان حقق الفوز في هذا اللقاء 5-0. اللاعب اسلام عبد الله والمباراه كانت منقوله على الهواء مباشره عبر شاشه قناه الاهلي. وايضا اخر مباريات الاهلي كانت امام بيراميدز والاهلي حقق الفوز 2-1 بملعب بيراميدز. سجل الهدفين بقى اللاعب سمير محمد زي ما قلنا في بدايه احداث هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه كره في وسط الملعب كده عند احمد اشرف. احمد اشرف بيلعب الكره في الخلف وادي الكره الملعوبه الاماميه من اسلام عبد الله في اتجاه اللاعب سمير محمد. بيحاول يعدي سمير من ناحيه الشمال ياخدها سمير يا ولد لعيب وبيلعبها لاحمد اشرف. ادي احمد اشرف بيحاول بقى يمر من ناحيه الشمال علشان يلعب كره عرضيه. ادي احمد اشرف مستني المسانده. احمد اشرف في هذه اللحظات بيحاول يعدي مره ثانيه. ادي بقى الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى مشاهدين الاعزاء لصالح نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. ركله مرمى لصالح الحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد. ولازلنا مشاهدين الاعزاء بقى في انتظار استطلاع هلال التهديف في سماء اللقاء. تعادل سلبي بدون اهداف حتى الان بين الاهلي والاتحاد السكندري. ادي كره بتتلعب على طول اماميه وتصل مره ثانيه كده ناحيه وسط الملعب للنادي الاهلي. سمير محمد ادي سمير بيعدي سمير وماشي وبيلعب الكره في الخلف مره ثانيه للاعب اسلام عبد الله اللي بيلعب التمريره الاماميه. اسلام بيلعب الكره في اتجاه اللاعب ميدو نبيل انما بيطلع على طول محمد طارق لاعب نادي الاتحاد وتوصل الكره في وسط الملعب لمازن اسامه. ادي مازن انطلاقه مرور بشكل جيد من مازن اسامه بيلعب الكره ولكن على طول تدخل بقى من لاعبي نادي الاتحاد عن طريق اللاعب عمرو مطاوع وبيطلع الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال هيلعبها اسلام عبد الله. اسلام عبد الله بيلعب الكره الطوليه في اتجاه اللاعب سمير محمد ولكن بقى التغطيه من اللاعب احمد بهاء وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ادي اسلام عبد الله ورمي التماس اهلاويه من ناحيه الشمال في مباراه اليوم. طبعا يعني جماهير النادي الاهلي بقى وعشاق ومحبي ومتابعي دوري الناشئين كلهم بينتظروا مباريات الاهلي 2003
لما فيها من متعه وكوره وفنيات وحاجات حلوه الحقيقه بنشوفها من هؤلاء اللاعبين. ادي انطلاقه وتوصل الكره مازن اسامه، وادي التصويبه، ادي التصويبه بقى وسلاح التصويب والتصويبه الاولى في احداث هذا اللقاء مع وصولنا بقى للدقيقه التاسعه من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. ادي الاعاده وادي مازن والتصويبه، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى في مباراه اليوم لصالح نادي الاتحاد. التصويبات بقى المهمه، وادي الكابتن طبعا الكبير كابتن محمد شوقي امام حضراتكم في الصوره، والحضور بقى المتواجدين في ملعب اللقاء كابتن وليد سليمان ونجوم بقى النادي الاهلي الحقيقه اللي دائما بيتواجدوا في قطاع الناشئين، وطبعا كارلوس برينجر متواجد المساعد لمارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول للنادي الاهلي، مطور بقى الاداء ومتابعه دقيقه لمباريات قطاع الناشئين في يعني النادي الاهلي. 13 لاعب تم تصعيدهم طبعا للفريق الاول مع مارسيل كولر مشاهدينا الاعزاء، وفي انتظار المزيد بالتاكيد يعني نجوم كبار جدا. وطبعا شفنا التالق لمصطفى شوبير الحارس المميز احد بقى يعني خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي تالق جدا في حراسه المرمى. ترجع الكره مره ثانيه وتعود الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي. طايمة بيلعب كرة بينية حلوة ناحية اليمين، محمد وائل عرضية خدها زي ما جت كده محمد وائل، ولكن دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها إلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية التماس من ناحية اليمين. أدي محمد وائل ورمية التماس للنادي الأهلي. محمد وائل بيلعب الكرة البينية الحلوة، وأدي استلام من سمير بيلعبها لميدو، وميدو على طول ولكن اتقطعت ورجعت الكرة لنادي الاتحاد، وأدي التمريرة الأمامية. أدي المحاولة بقى لنادي الاتحاد ولكن على طول ترجع الكرة للاعب إبراهيم عبد الحكيم اللي بيلعبها لطارق حسن حارس المرمى للنادي الأهلي. طارق حسن إبراهيم عبد الحكيم مرة ثانية، يعني حتى الآن نادي الاتحاد السكندري لم يبادر على المستوى الهجومي، يعني هو حتى الآن مجرد رد فعل فقط. النادي الاهلي هو اللي ماسك كوره وهو اللي بيحاول، ولكن ترجع الكوره مره ثانيه في وسط الملعب. ادي التمريرات وادي الخطا بقى، وادي سمير يا ولد اللعيب يا سمير بيلعب كوره بينيه، وادي التفاهم بقى بينه وبين علي نادر والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه. شفنا بقى سمير يعني اللاعب الهداف اللي سجل 12 هدف هو اللي صنع في اللقطه الماضيه يعني الكره للاعب علي نادر ومرت الى خارج ارض الملعب مشاهدينا الاعزاء. ركله مرمى او ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، جميل جدا طبعا انك تشوف اللاعب لاعب بيكون بيجيد تسجيل الاهداف وايضا صناعه الفرص زي اللاعب سمير محمد واحد من اللاعبين المميزين في فريق الاهلي 2003. ادي كره عرضيه خطره جدا، وادي بقى المحاوله الاولى الخطيره للنادي الاهلي اللي كانت اقرب من شباك الحارس محمد صلاح انما خرجها دفاع نادي الاتحاد، خرجها دفاع نادي الاتحاد. فرصة كبيرة جدا للنادي الاهلي ولكن الكرة تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية اليمين لصالح نادي الاتحاد. محمود محمد ادي الاعادة وادي الركلة الركنية والركلات الثابتة واللعبة اللي كانت اتلعبت على الايمن قريب والراجل زحلقها كده وابراهيم عبد الحكيم لعبها ووصلت الكرة عند علي نادر واللاعب سمير محمد، انما دفاع نادي الاتحاد يعني خرجوا الكرة من منطقة الخطورة في اللقطة الماضية. ترجع الكرة مرة تانية. الاهلي لا يزال يبحث عن يعني تسجيل بقى هدف اول في مباراه اليوم. ترجع الكره حبيب علي بيلعب الكره لنادي الاتحاد انما سمير بيقطع وبيلعبها لميدو، ميدو في وسط الملعب طايمه يا ولد لعيب بيلمس لمازن اسامه اللي بيفتح الملعب، غيروا الملعب شوف من اليمين للشمال بشكل جيد، وادي احمد اشرف بيتقدم من ناحيه شمال احمد اشرف يا ولد عايز يعدي عايز يعدي انما يعني اتزحلق كده في اللقطه الماضيه وضاعت الفرصه ورجعت للاتحاد، انما سريعا ما يستعيدها بقى لاعبي النادي الاهلي ولكن تمريره ترجع مره ثانيه في اتجاه الاتحاد. وادي على طول اسلام عبد الله الى حارس المرمى طارق حسن. طارق حسن حارس مرمى الاهلي بيلعب الكره لمصطفى ابو الخير اللي بينزل بيستلم وعامل محطه كده على المستوى الدفاعي علشان يقدر ان هو ينقل الكره من الدفاع لوسط الملعب ومن ثم للهجوم، انما اتقطعت الكره من محمد وائل ورجعت مره ثانيه النادي الاتحاد عن طريق اللاعب مازن اشرف. ادي مازن محي الدين، مازن اشرف لسه الكره معاه وبيلعب الكرة في الوسط كده عند اللاعب شوقي السعيد اللي بيلعب كرة بينية خطرة جدا للنادي الاتحاد، خطرة جدا للنادي الاتحاد، أول مرة نشوفها في المنطقة دي، وادي كرة ومنتهى الخطورة، منتهى الخطورة ولسه الهجمة لا زالت مستمرة. اللاعب عمرو المطاوع بقى في اللقطة الماضية ويعني بيقلش داخل منطقة الجزاء، وفرصة كبيرة جدا للنادي الاتحاد هي الأخطر في أحداث الشوط الأول ويعني ال 14 دقيقة بقى اللي لعبناهم في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدي الاعزاء. وادي ركله حره لنادي الاتحاد السكندري من ناحيه اليمين، وادي الصحوه الهجوميه بقى لابناء الاسكندريه في هذه اللحظات.
ركلة حرة لصالح نادي الاتحاد. نادي الاتحاد السكندري طبعا من الأندية العريقة في كرة القدم وجماهير اسكندرية وجمال جماهير اسكندرية الحقيقة. ادي الكرة وادي التمريرة وادي الراجل عايز ياخد الكرة كده، انما تصطدم بقدمه اليسرى بقى ورجله الثابتة وبتضيع فرصة كبيرة جدا طبعا من لاعبي نادي الاتحاد اللي لديهم ركلة حرة في هذه اللحظات من ناحية اليمين. ركلة حرة النادي الاتحاد السكندري من ناحية اليمين. مشاهدينا الاعزاء شايف انا اللاعب مازن اشرف، هنشوف بقى هتتنفذ ازاي، وايضا مع اللاعب حبيب علي. وركلة حرة بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، انما بيطلع ابراهيم عبد الحكيم وترجع الكره مره تانية لنادي الاتحاد، ومره اخرى بيخرجها اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، بياخد الكره كده من امام اللاعب زغلول الدسوقي، ترجع الكره في الخلف عند الحارس محمد صلاح. وادي الضغط بقى اللي عامله لاعبي النادي الاهلي، على طول محمد صلاح ينجح في الاختبار في اللقطه الماضيه وبيطلع الكره توصل لمحمد وائل. محمد وائل بيلعب الكره لمصطفى ابو الخير، ادي مصطفى بمنتهى الهدوء كده بيهدى على الكره وبيلعب الكره في وسط الملعب، والاستلام امامنا من احمد طايمه لاعب النادي الاهلي اللي بياخد فاول في هذه اللحظات. احمد طايمه واحد من اللاعبين المميزين ايضا في تشكيل المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر. ترجع الكره مره ثانيه ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم يتقدم الامام وماشي بيفتح الملعب هناك عايز يلعبها في اتجاه اللاعب احمد اشرف، انما على طول بيجيبها لاعبي الاتحاد وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي. وادي الكره الملعوبه هناك ناحيه الشمال، مفتاح لعب مميز الحقيقه اللاعب احمد اشرف ده اللي معاه الكره، لاعب مهاري ولاعب سريع. وادي الكره العرضيه في اتجاه اللاعب سمير محمد وترجع الكره بيحاول ياخدها كده لاعب النادي الاهلي، بالفعل قدروا ان هم يجيبوا الكره المرتده والكره الثانيه توصل لميدو. ميدو بيلعب الكره العرضيه، منتهى الخطوره منتهى الخطوره، حلوه حلوه. ادي بقى اللاعب الهداف، ادي القناصه اهو سمير محمد، ادي سمير محمد، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب. شوف بقى التحرك داخل منطقه الجزاء، ادي الكره العرضيه من ميدو نبيل، وشوف الراجل قناص بقى يا جماعه 12 هدف في دوري هذا الموسم ولعب الكره، ولكن مرت بقى بمحاذاه القائم الايسر وطلعت وبقت ركله مرمى لصالح نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم، انما تحرك جيد جدا من اللاعب سمير محمد. يعني بسم الله ما شاء الله على اللاعب سمير محمد، ربنا يحفظه، يعني من اللعيبه المميزين جدا في خط المقدمه بقى واللعيبه اللي بتلعب في مركز تسعه في النادي الاهلي. يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي في لعيبه مبشرين جدا طبعا في مركز تسعه. ان شاء الله نشوف نجوم كبار جدا مع الفريق الاول عما قريب بقى. طبعا كلنا عارفين ان سمير محمد ايضا تم تصعيده مع الفريق الاول في فتره من الفترات وباذن الله يحصل على الفرصه. ادي انطلاقه ومحاوله هي طبعا النقل الحي والمباشر لقناه النادي الاهلي لهذه المباريات، بيكون شيء جيد جدا لهؤلاء اللاعبين انك تعرض نفسك بقى وتبين نفسك للكل والمارسيل كولر والجمهور والكل المهتمين بكرة القدم. يعني فرصة جيدة جدا انك تبان وتظهر امكانياتك عبر شاشة قناة الاهلي والنقل الحي والمباشر في مباريات دوري الناشئين والاشبال. كل الشكر طبعا للقائمين على قناة النادي الاهلي. ادي كرة تتلعب وتوصل الكرة هناك ناحية الشمال انما اتقطعت، وصلت مرة تانية لصالح نادي الاتحاد. ادي الكره حسين محمد بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء وتصل الكره الى طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. طبعا يعني قلنا انه لاعبي النادي الاهلي بالنسبه لهم النقل هذه المباريات بيكون شيء جيد علشان يعرضوا نفسهم، ونفس الحال بقى للفرق اللي هي بتلتقي النادي الاهلي هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر، بيتم نقل المباريات على الهواء. طبعا كلنا عارفين انه اي فريق بيلتقي النادي الاهلي بالتأكيد بيكون ده دافع خاص ودافع زيادة ليه ان هو يتألق ويلعب بشكل جيد ويظهر بشكل امثل امام النادي الاهلي طبعا باسمه الكبير وتاريخه العريق، وبالتأكيد ايضا نظرا لنقل المباريات على الهواء مباشرة فده شيء بيكون جيد ايضا. ادي كرة تتلعب على طول وتصل داخل منطقة الجزاء، ومحاولة مرة ثانية للنادي الاهلي. وادي سمير، سمير ولكن في لمسة يد على سمير، لمسة يد على سمير محمد لاعب النادي الاهلي. وادي امامنا ابراهيم محجوب حكم منطقة بورسعيد لكرة القدم، بيدي المخالفه لصالح نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. مشاهدينا نلعب في الدقيقه 19 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلي والاتحاد السكندري. كلنا طبعا تابعنا وشفنا فوز الاهلي على مديامة بهدف الشحات بقى وتاهل النادي الاهلي للمره الثامنه على التوالي للدور ربع النهائي، والنادي الاهلي بيتبقى له مباراه امام يانج افريكانز بالجوله الاخيره لدوري الابطال. الاهلي بقى متصدر
المجموعة اللي صعد مع نادي يانج افريكانز الاهلي 9 نقاط، يانج افريكانز 8 نقاط، ولديهم مباراة مع بعضهم. شباب بلوزداد اللي خرج هو ومديام الغاني، شباب بلوزداد لديه 5 نقاط ومديام الغاني 4 نقاط. السيست اللي كان عمله بقى انطوني مودست للاعب حسين الشحات اللي سجل بالقدم اليسرى، و3 نقاط تؤهل النادي الاهلي للدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. ادي اصابه لاعب نادي الاتحاد السكندري اللي واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه في احداث هذا اللقاء، وانه يقوم بقى ويكمل المباراه مع فرقته. نتمنى السلامه للكل طبعا. مشاهدينا الاعزاء، النادي الاهلي يتصدر جدول الترتيب 48 نقطه، ياتي انبي في المركز الثاني ب 44 نقطه، ثم المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطه في المركز الثالث، سيراميكا في المركز الرابع 39 نقطة، بيراميدز في المركز الخامس 38 نقطة، المقاولون العرب في المركز السادس 38 نقطة، الاتحاد طرف مباراة اليوم في المركز السابع 37 نقطة، أما نادي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 37 نقطة أيضا، المركز التاسع نادي الزمالك 35 نقطة، والمركز العاشر فاركو 34 نقطة. ده طبعا المرحلة النهائية، ترتيب بقى المرحلة النهائية والعشر فرق اللي بيتنافسوا على الحصول على لقب دوري الجمهورية مواليد 2003. وكما قلنا ونذكر حضراتكم من جديد أن النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة الجمهورية في الموسم الماضي، وبإذن الله يستطيع لاعبي النادي الأهلي المحافظة على الصدارة وتحقيق دوري الجمهورية في هذا الموسم أيضا. يعني شيء جميل طبعا أنه النادي الأهلي دايما في كل المراحل السنية بيلعب على المنافسة والفوز بالمباريات وتحقيق البطولات، ده بالتوازي يعني مع ان القطاع الناشئين يخرج لاعبين مميزين جدا للفريق الاول، يدعم بهم بقى المدير الفني مارسيل كولر، وايضا كرة القدم المصرية والمنتخبات المصرية في جميع المراحل. كلنا طبعا متابعين وشايفين انه لاعبي النادي الاهلي بيتألقوا مع كل المنتخبات المصرية في جميع المراحل العمرية، وده شيء جيد جدا وشيء جميل الحقيقة. يعني ترجع الكرة مرة تانية، إبراهيم عبد الحكيم بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين عند اللاعب مصطفى أبو الخير. أدي مصطفى أبو الخير بيرجع بالكرة كده للاعب إبراهيم عبد الحكيم أمام حضراتكم. إبراهيم عبد الحكيم لسه الكرة معاه، إبراهيم بيعدي وماشي وبيلعب الكرة الأمامية هناك عند أحمد أشرف ناحية الشمال، إنما بيطلع دفاع نادي الاتحاد، ترجع لمازن، مازن بيلعب لأحمد أشرف، كرات عالية كده من لاعبي الفريقين. زغلول الدسوقي بيلعب الكرة برأسية كده تعود في الخلف للاعب اسلام عبد الله. اسلام لمصطفى ابو الخير في وسط الملعب النادي الاهلي. ادي مصطفى ابو الخير بيلعب التمرير الامامية والاستلام من اللاعب سمير محمد اللي دايما بيتحرك كده للهروب من الرقابة، وادي محمد وائل وحتى بالكعب كده في اللقطة الماضية، ولكن ترجع الكرة للاعب مصطفى ابو الخير والى خارج الملعب. هنشوف بقى هل خرجت رمية تماس ولا هي ركلة مرمى لنادي الاتحاد السكندري في مباراة اليوم. ركلة مرمى للحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. واضح جدا بقى اللاعب محمد وائل مزاجه رايق النهارده. شفنا اللعبه اللي فاتت دي بكعب القدم، ولكن لا زال التعادل السلبي بدون اهداف، والاهلي لسه ما سجلش حتى الان. يعني ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال. شفنا طبعا بقى نجومنا الكبار كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت اللي قالوا النادي الاهلي عليه ان هو ما يبقاش يعني رد فعل بقى. شفنا في لقاء بتروجيت اللي تم نقلها على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة النادي الأهلي، الأهلي كان متأخر بهدف واستطاع أن هو يحول التأخر إلى فوز ب3 أهداف مقابل هدف. فالنهاردة طلب جمنا بأن الأهلي هو اللي يبادر بقى بالتسجيل. هنشوف تتلعب الكرة أمامية وتصل مرة تانية كده في وسط الملعب لصالح نادي الاتحاد السكندري عن طريق اللاعب حسين محمد، وتصل هناك ناحية اليمين عند اللاعب محمود محمد. يتقدم محمود وبيقابله كده اللاعب مازن أسامة. أدي محمود بيحاول يعدي، وأحمد أشرف بيضغط في هذه اللحظات على اللاعب محمد طارق اللي بياخد فاول وركلة حرة لصالح نادي الاتحاد من ناحية اليمين. ركلة حرة لصالح نادي الاتحاد السكندري من ناحية اليمين. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي بقى دوري الجمهورية عبر شاشة النادي الأهلي، الأهلي مع الاتحاد والمرحلة النهائية لدوري الجمهورية. ركلة حرة من ناحية اليمين لصالح نادي الاتحاد السكندري. محمود بيلعب الكرة الأمامية العالية على حدود منطقة الجزاء، إنما إسلام عبد الله بيتدخل كده مع لاعبي نادي الاتحاد، وأدي على طول اللاعب شهاب خالد قبله بياخد الكرة. إبراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الأهلي
ترجع الكرة لأحمد أشرف لمازن، مازن بيلعب الكرة الأمامية، مازن استلام من ميدو نبيل، ميدو بيلعب الكرة البينية في اتجاه اللاعب سمير محمد، سمير محمد وبيحاول سمير، ولكن بقى تدخل في اللقطة الماضية من اللاعب حسين محمد وبيخرج الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال. هيجي لها طبعا إسلام عبد الله اللي دايما بيلعب رميات التماس طويلة كده داخل منطقة الجزاء، يعني بتكون قريبة شوية من الركلة الركنية أو كأنها ركلة حرة من على حدود المنطقة كده، يعني ادي رمية التماس الطولية بتتلعب على طول عرضية في اتجاه اللاعب سمير محمد اللي بيحاول يلمس بدماغه، انما دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها وترجع الكرة مرة تانية لمصطفى ابو الخير. شوف لاعبي النادي الاهلي وتمركزهم وانتشارهم في الملعب، دايما بياخدوا الكرة التانية اللي بترتد بقى من دفاعات نادي الاتحاد السكندري. ترجع الكرة داخل منطقة الجزاء وادي محاولة علي نادر، علي نادر بيحاول ان هو يحيي الهجمة في اللقطة الماضية، عمل مجهود كبير الحقيقة، ولكن دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية التماس من ناحية الشمال. رمية التماس أهلوية من ناحية الشمال، وأدي إسلام عبد الله مرة تانية، إسلام عبد الله ورمية التماس للنادي الأهلي في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. رمية التماس إسلام عبد الله، أدي إسلام، شفنا رمية التماس اللي دايما بينفذها زي ما قلنا طويلة كده داخل منطقة الجزاء بتتلعب على طول عرضية، وأدي المحاولة ومرة تانية في اتجاه سمير توصل لعلي نادر بيلعبها المازن، ولكن بقى يعني زيادة عددية كبيرة للاعبي نادي الاتحاد عاملين زحمه كده داخل منطقه جزائهم وبيخرجوا الكره. ترجع الكره مره ثانيه، ادي مازن اسامه وتصويبه من مازن انما تصل بقى الى حارس المرمى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. ادي امامنا طبعا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي اللي طبعا مميز جدا في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه وادي كره الى خارج الملعب وطلعت وبقت رميه تماس لصالح نادي الاتحاد، ودي امامنا الجهاز الفني والاداري ايضا لنادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تتلعب الكره مره ثانيه في وسط الملعب، كابتن بقى عصام ربيع امين المدير الفني لنادي الاتحاد اللي امام حضراتكم، ادي امامنا الكابتن عصام ربيع، وادي كره تتلعب على طول وتصل مرة تانية لدفاعات نادي الاتحاد، انما ترجع من ابراهيم عبد الحكيم في وسط الملعب، استلام في الوسط كده عند اللاعب شوقي السعيد لاعب نادي الاتحاد، وتتلعب الكرة وتصل ناحية اليمين للنادي الاهلي للاعب محمد وائل. ادي محمد وائل، محمد وائل، وادي امامنا طبعا بقى كابتن مؤمن زكريا نجم الكبير اللي بيتواجد في ملعب اللقاء مع الكابتن وليد سليمان ومستر كارلوس اللي بيتواجد في ملعب المباراة. ترجع الكرة مرة تانية، أحمد طايمة، أحمد طايمة بيلعب الكرة في الخلف عند اللاعب مصطفى أبو الخير، أدي مصطفى بيلعب الكرة الأمامية، مصطفى هناك ناحية الشمال في اتجاه اللاعب أحمد أشرف، إنما على طول دفاع نادي الاتحاد ولم يفقد الأمل أحمد أشرف وعمل مجهود، وعلى طول تأتي المكافأة بقى للاعب أحمد أشرف برمية التماس. أدي أمامنا الصورة مرة تانية على نجومنا اللي متواجدين في ملعب المباراة، كابتن بقى مؤمن زكريا، كابتن وليد سليمان وكارلوس برينجر، ودي كرة خطرة، كرة خطرة علي نادر، ولكن بقى التألق من محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة ركنية. أدي الإعادة وأدي علي نادر اللي خطف كده اللقطة اللي فاتت دي، وبمساعدة القائم الأيمن، بمساعدة بقى القائم الأيمن مع يد الحارس محمد صلاح على طول بتخرج الكرة لتكون ركلة ركنية أهلوية، ركلة ركنية أهلوية تتلعب على طول عرضية عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن بيطلع دفاع نادي الاتحاد ولسه الكرة الخطيرة داخل منطقة الجزاء، ومرة تانية بيخرج دفاع نادي الاتحاد وترجع الكرة لأحمد أشرف اللي بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال، وادي الكرة العرضية في اتجاه اللاعب سمير محمد، وترجع لإبراهيم عبد الحكيم اللي بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء، وادي بقى لاعبي النادي الأهلي بيلعبوا داخل منطقة جزاء نادي الاتحاد ولكن دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها، وترجع الكرة، ادي الضغط الأهلاوي والمحاولات الأهلوية يعني الحصول بقى وادراك الهدف الاول في المباراه، ولكن حتى الان دون جدوى. رمي التماس من ناحيه اليمين، انما خلي بالك الضغط اللي بيعمله لاعبي نادي الاهلي ده بالتاكيد باذن الله يقدروا ان هم يسجلوا تنويع للعمليات الهجوميه، والجبهه اليسرى بقى بتاعه اللاعب احمد اشرف اللي شغاله الحقيقه، وشفنا الاستغلال الركلات الركنيه والكرات العرضيه والكره بقى اللي كان لعبها اللاعب علي نادر وحارس المرمى بمساعده القائم الايمن اللي هو محمد صلاح، وكانوا خرجوها الركله ركنيه. ترجع الكره مره ثانيه، النادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد وائل، انما بيطلع دفاع نادي الاتحاد عن طريق اللاعب احمد بهاء، توصل الكره لمصطفى ابو الخير اللي بيعيدها الى طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي. طارق حسن، مصطفى ابو الخير،
بيلعب الكرة مصطفى في وسط الملعب كده، انما اتقطعت وخطره جدا لنادي الاتحاد. ادي زغلول الدسوقي بيحاول زغلول، وتدخل قوي جدا في اللقطه الماضيه، وحكم اللقاء كابتن ابراهيم محجوب بيدي بقى المخالفه للاعب مصطفى ابو الخير اللي واقع امام حضراتكم. نتمنى له السلامه مصطفى. هو الحقيقه الراجل كان مصاب وعائد من اصابه كده، ولكن لاعب مميز جدا مصطفى ابو الخير في وسط الملعب الخاص بالنادي الاهلي. اشاد به بقى للمدير الفني مارسيل كولر والجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي. هو لعيب مميز الحقيقه مصطفى، الحمد لله امثلي. تتلعب الكره مره ثانيه وتصل الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم. احمد اشرف على التنفيذ امام انظار بقى المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر والبدلاء اللي متواجدين في ملعب المباراه النهارده للنادي الاهلي: ادهم سيحه، سعد محمد، يوسف عاطف، محمود حمدي، محمد اسامه، عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الرحمن شريف اسامه، احمد وعبد الله مصطفى. رمي التماس من ناحيه الشمال للنادي الاهلي، وادي امامنا الكابتن الكبير بقى كابتن محمد شوقي نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. حماس وقوه وتاريخ كبير طبعا للنجم الكبير كابتن محمد شوقي مع النادي الاهلي وكره القدم المصريه. ترجع الكره مره ثانيه، وادي كره عرضيه ولمسه منتهى الخطوره، نيران الصديقه بقى، ولكن القائم الايمن مش عارف عايز ايه النهارده القائم الايمن. وادي كره عرضيه مره ثانيه والقلشه بقى من اللاعب سمير محمد، ولسه الهجمه، لسه الهجمه قائمه للنادي الاهلي. ادي الانطلاقه من ناحيه الشمال والمحاوله محمد وائل، بيحاول يعدي محمد، لسه الكره مع محمد وائل اللي بيلعب الكره في الخلف مره ثانيه للاعب سمير اللي بيلعبها لميدو. ميدو بيلعب الكره في وسط الملعب لمصطفى ابو الخير، ضغط اهلاوي وحصار اهلاوي لمنطقه دفاع نادي الاتحاد السكندري. وادي على طول بقى امامنا مصطفى ابو الخير بيلعب الكره مره ثانيه للاعب ميدو، انما القائم الايمن النهارده يعني حتى الان واقف امام لاعبي النادي الاهلي. وادي الكره العرضيه الخطيره جدا، وعلي نادر بلعبه كده بكعب القدم في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما للمره الثالثه بيطلعها دفاع نادي الاتحاد. وادي الضغط الاهلاوي، توصل الكره لمصطفى ابو الخير بيلعبها ناحيه الشمال، واحده والثانيه محمد وائل. محمد وائل بيحاول وياخد فاول من ناحيه اليمين، ياخد فاول من ناحيه اليمين على اللاعب زغلول الدسوقي لاعب نادي الاتحاد السكندري. تدخل قوي الحقيقه من اللاعب زغلول، الحقيقه يعني مصعد بقى مع الفريق الاول نادي الاتحاد. ادي الكوره، وادي اللاعب اسلام عبد الله والتصويبه اللي اصطدمت وغيرت اتجاهها. وشوف بقى القائم الايمن لمرمى الحارس محمد صلاح، وفرصه هدف ضائعه من النادي الاهلي. ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، محمد وائل واقع على ارض الملعب، لاعب زغلول الدسوقي والتدخل القوي في اللقطه اللي فاتت. هل بقى كان يستحق انذار من كابتن ابراهيم محجوب حكم هذا اللقاء، حكم منطقه بورسعيد لكره القدم؟ ركله حره اهلاويه من ناحيه اليمين، هيلعبها احمد اشرف اللي جاي بقى من ناحيه اليمين علشان يلعب بشماله. لاعب المميز واللاعب الخطير الحقيقه احمد اشرف، كان سجل هدف في مرمى الجونه. ادي الاعاده، وادي التدخل القوي، ادي التدخل القوي ده الراجل لاعب على قدمه بقى اللي هو طبعا زغلول الدسوقي، ولكن ابراهيم محجوب حكم اللقاء ما اداش، اكتفى فقط بالقرار الفني وما اداش القرار الاداري. ادي احمد اشرف بيلعب الكره العرضيه محتاجه اي لمسه، ولكن تاتي بقى المره دي دفاعيه والى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي. شوف بقى اللاعب احمد اشرف بيلعب الكره ازاي، بيلعبها معقربه كده بلغه الكره اهي، محتاجه بس اي لمسه، اي لمسه، ولكن ما كانش في حد من لاعبي النادي الاهلي ومغطي اللاعب ابراهيم الدسوقي، وكان معاه طبعا اللاعب حسين محمد وبيخرجوها علشان تبقى ركله ركنيه اهلاويه من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. ادي الركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، بتتلعب على طول عرضيه عاليه خطيره، ادي اللمسه بقى ولسه الخطوره مستمره داخل منطقه الجزاء. علي نادر وتصويبه من علي نادر، ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. حتى الان زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا الاعزاء، لاعبي نادي الاتحاد السكندري عاملين زحمه داخل منطقه الجزاء، وده ما بيديش فرصه كبيره للاعبي النادي الاهلي ان هم يتصرفوا في الكوره. وادي اهو زي ما حضرتك شايف بالظبط الصوره بتتكلم، شوف الزحمه والزحام داخل منطقه الجزاء، وادي اللاعب علي نادر وثلاثه رايحين عليه، والراجل رغم كده لف ولعب الكوره ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. الزحمه اللي عاملها لاعبي نادي الاتحاد بتصعب المهمه على لاعبي النادي الاهلي، ما بتديش كده اللاعب اريحيه اللاعب اللي معاه الكوره لانه بيجد ثلاثه من المدافعين عليه. ولكن خلي بالك، هل بقى الزحمه اللي عاملها لاعبي نادي الاتحاد دي داخل خارج منطقه او داخل منطقه الجزاء هم ممكن تغلطهم والاهلي يحصل على ركلات جزاء؟ هنشوف هنشوف. ترجع الكره مره ثانيه، توصل ناحيه اليمين، ميدو بيلعب الكره للاعب سمير اللي بيلعبها لميدو مره ثانيه، وهنشوف بقى فكر المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر هيتغلب على
الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها نادي الاتحاد النهارده ازاي؟ ادي كوره مره تانية، احمد اشرف بيحاول يسدد، احمد اشرف بيحضر وبيسدد، ولكن تصل الكره بقى للحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. توصل الكره مره تانية في وسط الملعب، نلعب في الدقيقه 34 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. الاهلي مع الاتحاد السكندري هنا في المرحله الاخيره لدوري الجمهوريه، ملاعب الاهلي بمدينه نصر، والتعادل السلبي بدون اهداف حتى الان. كرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس لنادي الاتحاد. رمية تماس لنادي الاتحاد من ناحية اليمين. بتتلعب على طول. وادي الضغط بقى أمامنا من اللاعب أحمد أشرف. أخد الكرة أحمد أشرف وحاول وياخد ركلة حرة من حكم اللقاء إبراهيم محجوب. وادي أمامنا طبعا الكابتن محمد شوقي. ونجومنا الكابتن مؤمن زكريا والكابتن وليد سليمان واضحين أمام حضراتكم في الصورة. توصل الكرة مرة تانية أحمد أشرف بيلعب الكرة العرضية، عرضية في اتجاه علي النادر، ولكن بيطلع دفاع نادي الاتحاد. تصل الكرة عند اللاعب محمد طارق. أدي محمد طارق اللي وصلته الكرة ولكن اتقطعت وصلت مرة تانية للنادي الأهلي، وحكم اللقاء إدى الفاول من ناحية الشمال لصالح اللاعب ميدو نبيل لاعب النادي الأهلي. ميدو نبيل وركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال. أدي الأحاديث بقى الجانبية ما بين الكابتن وليد سليمان والكابتن مؤمن زكريا في مباراة اليوم. وادي بقى الركلة الحرة من ناحية شمال. أجواء ممتعة الحقيقة هنا في ملاعب الأهلي بمدينة نصر مشاهدينا الأعزاء. وادي الركلة الحرة لصالح النادي الأهلي مباراة اليوم. الأهلي بيبحث عن الهدف، هل يأتي الهدف بقى بلعبة رأسية؟ ادي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن دفاع نادي الاتحاد بيتكتل داخل منطقة الجزاء وكما اعتدنا وكما تعودنا، وترجع الكرة سمير، ومرة تانية سمير داخل منطقة الجزاء، وحكم اللقاء بيدي المرة دي لمسة يد، وسمير بيقول يعني ان الكرة ما لمستش ايده. وادي بقى حكم اللقاء بيتكلم وبيقول له بلاش الاعتراض علشان الانذار والامور دي، انما على طول لمسة يد. هنشوفها مرة تانية في الاعادة. ادي اللقطة وادي احمد اشرف، ادي احمد اشرف لاعب العرضية، نخلي بالنا بقى وادي الكرة وادي اللقطة وادي سمير، ادي سمير، ادي سمير الراجل على صدره، على صدره تماما، ما فيهاش حاجة تماما، الراجل مستلم الكرة على صدره تماما جدا وامام حكم اللقاء اللي كان متمركز بشكل جيد، ولكن معرفش هو شافها ازاي وادى لمسة اليد على اللاعب سمير محمد. سمير محمد لاعب النادي الاهلي، ولكن سمير لعيب هداف ولعيب كبير، ولكن الاعتراضات بالشكل ده يا سمير يعني ممكن تكلفك انذار وتبقى مشكلة، فاللاعب لازم يتعلم بقى الالتزام. طبعا حكم اللقاء هو الكرة ما جاتش في ايد سمير فكان رد فعله بهذا الشكل، ولكن سمير لازم يخلي باله من الاعتراض علشان بقى الانذارات والامور دي كلها. توصل الكرة ناحية اليمين هناك لصالح لاعبي نادي الاتحاد عند اللاعب محمد فاروق اللي بيحاول يعدي. محمد فاروق ومعاه اللاعب مازن أسامة. ادي مازن بيعمل الضغط على محمد فاروق اللي لسه الكرة معاه وبيلعبها مرة تانية لزغلول الدسوقي. زغلول بيغير الملعب هنا ناحية الشمال عند اللاعب أحمد بهاء. أحمد بهاء بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن على طول تعود الكرة. وادي بقى لاعبي الاتحاد اللي على فترات متباعدة كده بنجدهم بيمسكوا الكرة وبيحاولوا إن هم يبادروا النادي الأهلي بالعمليات الهجومية. وادي أحمد أشرف بياخد فاول طائمة، بيلعب الكرة لميدو، وميدو بيلعب الكرة بسرعة لعبوها لاعبي النادي الأهلي. وادي سمير، سمير اللي بيسند على زميله كده احمد اشرف، ولكن في رايه وصفاره اوف سايد. ادي امامنا كابتن محمود عامر المساعد، المساعد الثاني في مباراه اليوم كابتن هاشم عبد المريد، بيدي بيرفع رايته، وابراهيم محجوب حكم هذا اللقاء بيطلق الصافره ليعلن عن ركله حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد السكندري. تتلعب الكره مره ثانيه، توصل هناك ناحيه اليمين لصالح نادي الاتحاد. ادي الانطلاقه وادي المحاوله من اللاعب اللي هو طبعا محمد طارق بيحاول يعدي، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب، ضغطوا عليه لاعبي النادي الأهلي كده خلوه خرج بالكرة إلى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركلة مرمى لطارق حسن حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم. إبراهيم عبد الحكيم، أدي إبراهيم عبد الحكيم لسه الكرة مع إبراهيم، بيهدى على كورته تماما إبراهيم ويتقدم للأمام ويبحث عن التمرير. وأدي محمد وائل اللي نازل في عمق الملعب كده زي ما حضراتكم شايفين. توصل الكرة لإبراهيم، إبراهيم بيلعب الكرة هناك ناحية شمال لأحمد أشرف. شايفين كده بعض التحركات وتبديل المراكز بقى من لاعبي النادي الاهلي. ادي الانطلاقه، اسلام عبد الله بيحاول يقود هجمه كده من ناحيه شمال. اسلام عمل هجمه حلوه، عمل هجمه حلوه، انطلق لاعب العرضيه اسلام محمد داخل منطقه الجزاء ولسه الخطوره مستمره. وادي ميدو نبيل عايز يعدي ميدو، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. انما انطلاقه حلوه الحقيقه شفناها من اللاعب اسلام عبد الله، لاعب اسلام عبد الله اللي عمل هجمه كده وقد
هجمه من الجبهه اليسرى ولعب الكره العرضيه في اتجاه اللاعب ميدو اللي حاول يراوغ داخل منطقه الجزاء، ولكن الكره يعني خرجت وبقت ركله مرمى. ادي الاعاده، ادي الانطلاقه، شوف الانطلاقه الحلوه من اللاعب اسلام عبد الله، لاعب مميز قلنا لحضراتكم لديه 3 اهداف في دوري هذا الموسم، كان سجلهم في مرمى بيراميدز في اللقاء اللي انتهى بتاريخ يعني بنتيجه كبيره للنادي الاهلي بخمس اهداف مقابل لا شيء على نادي بيراميدز. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه وكره لعلي نادر داخل منطقه الجزاء، انما على طول دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها وترجع الكره لميدو، ادي ميدو عدى وعدل على شماله، لعب العرضيه بقى في اتجاه اللاعب سمير، انما تصل الكره مره ثانيه لشهاب خالد، ادي شهاب بيفتح الملعب بشكل جيد الحقيقه، الكره الحلوه اللي اتلعبت اللي فاتت دي في اتجاه اللاعب محمد طارق، انما على طول مقطوعه من لاعبي النادي الاهلي وتصل الى حارس المرمى. اللاعب بقى حسين محمد لعب الكره لمحمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد في اللقطه الماضيه، ادي امامنا حارس مرمى نادي الاتحاد محمد صلاح اللي بيحاول ان هو يضيع بعض الثواني كده في مباراه اليوم. ادي محمد صلاح بيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه كده في وسط الملعب، انطلاقه كده في الوسط في اتجاه اللاعب مازن محي الدين بيلعبها، انما تصل لاسلام عبد الله ومعاه شهاب خالد بياخدها، ولكن يرجع ويجيبها اسلام، يا ولد العيب يا اسلام، وبيلعب التمريره الاماميه اسلام بيحاول ياخدها سمير محمد، انما اتقطعت وصلت للاتحاد، وادي الانطلاقه من ناحيه اليمين عند اللاعب حبيب علي، تصل الكره مره ثانيه واتقطعت وصلت النادي الاهلي، ادي النادي الاهلي اللي بيحاولوا ينقلوا الكره بسرعه بقى من المنطقه الدفاعيه للهجوميه عن طريق اللاعب احمد طايمه للاعب التمريره الاماميه في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس لصالح نادي الأهلي من ناحية الشمال، رمية تماس أهلاوية في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. رمية تماس للنادي الأهلي من ناحية شمال إسلام عبد الله. الأهلي طبعا في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن إنبي. كلنا تابعنا طبعا نادي الزمالك وترتيبه في المركز التاسع في دوري هذا الموسم، وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي داخل منطقه الجزاء، وانطلاقه كده من ناحيه اليمين لصالح لاعبي النادي الاهلي. كلنا طبعا تابعنا الزياره الجميله للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك، والاجواء والروح الرياضيه الجميله والممتعه بين الناديين الكبيرين طبعا على المستوى المصري والمستوى الافريقي الحقيقه والمستوى العربي، نادي الاهلي ونادي الزمالك من القلاع الرياضية الكبيرة الحقيقة. أدي كرة إلى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس لصالح نادي الاتحاد من ناحية اليمين. رمية تماس لصالح نادي الاتحاد في مباراة هادئة حتى الآن في الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء. توصل الكرة مرة ثانية وأدي المحاولة للاعبي نادي الاتحاد السكندري عن طريق اللاعب محمد طارق اللي بيلعب الكرة الأمامية، ولكن تطلع وتبقى رمية تماس أهلاوية من ناحية الشمال. إسلام عبد الله. إسلام بيلعب الكرة في الخلف. أبو الخير مصطفى أبو الخير بيلعب مرة تانية لإبراهيم عبد الحكيم. إبراهيم بيفتح الملعب ناحية اليمين لمحمد وائل. محمد وائل في وسط الملعب أحمد طايمة إلى مصطفى أبو الخير. نقلات من اليمين للشمال وترجع الكرة لإسلام اللي بيحاول يلعب التمريرة الأمامية في اتجاه اللاعب أحمد أشرف، إنما ترجع الكرة وفاول لصالح طايمة لاعب النادي الأهلي من قبل بقى حكم اللقاء إبراهيم محجوب حكم مباراة اليوم. ركلة حرة للنادي الأهلي. وحكم اللقاء بيطالب ان الكره تتلعب كده من وسط الملعب الخاص بالاهلي، تتلعب الكره اسلام، اسلام بيلعب الكره بسرعه كده لاحمد اشرف ناحيه الشمال اللي بيبحث عن عمل كره عرضيه، لعب الكره العرضيه انما كانت محتاجه تكون عاليه شويه. توصل الكره مره ثانيه للاعبي نادي الاتحاد. كره ملعوبه اماميه واصله هناك ناحيه الشمال عند اللاعب مصطفى ابو الخير، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي الاتحاد السكندري، واللاعب شهاب خالد واقع على ارض الملعب كده. لاعب شهاب خالد لاعب نادي الاتحاد. نتائج بقى الجولة الماضية من دوري الجمهورية. الأهلي زي ما قلنا حقق انتصار على نادي بيراميدز في ملعب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، كان سجلهم بقى اللاعب محمد سمير علشان يصل للهدف رقم 12 في صدارة ترتيب الهدافين للنادي الأهلي في هذا الموسم. إنبي والمقاولون، إنبي حقق الفوز بهدف مقابل لا شيء، وبتروجيت مع المصري اتعادلوا 1-1، ودي اعاده طبعا للهجمه اللي كانت خطيره والكره اللي اتلعبت من اللاعب اسلام عبد الله
اللي مرت كده في الشباك الخارجية، لعبها بشماله وطلعت بجوار القائم وببعض الهجمات وبعض الكرات. بتروجيتو المصري المباراة انتهت بالتعادل. ادي امامنا الكرة بتاعت سمير محمد، برضو كرة كانت في منتهى الخطورة وهجمة كانت حلوة قوي واخدها بشكل جيد الحقيقة اللاعب سمير محمد، انما التوفيق كان غايب عنه والنادي الاهلي لديه كرتين في القائم الحقيقة. ادي بعض الكرات وادي الكرات بقى والاعادات للكرات في مباراة اليوم والهجمات الخطيرة للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. رمي التماس نادي الاتحاد، قلنا بتروجيت مع المصري، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، ونادي بتروجيت اللي كان حقق 9 مرات فوز بركلات الترجيح لأول مرة يخسر هذا الموسم بركلات الترجيح كان أمام النادي المصري بعد التعادل 1-1. الاتحاد وسيراميكا كان مؤجل وفاركو والزمالك مؤجل أيضا. أدي كورة بتتلعب وطلعت وبقت ركلة مرمى أهلاوية في مباراة اليوم، نلعب في الدقيقة الأخيرة، دقيقة 45 من عمر وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، الأهلي مع الاتحاد السكندري والتعادل السلبي بدون أهداف في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. هل بقى يقدر لاعبي النادي الاهلي ان هم يسجلوا مع يعني نهايه احداث الشوط الاول، ولا هنذهب الى الاستراحه وغرف تبديل الملابس بالتعادل السلبي؟ وبالتاكيد هيكون في كلام كتير جدا طبعا من الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي مع ابنائه ومع لاعبيه. رمي التماس من ناحيه الشمال لصالح نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم، وهنشوف بقى كابتن ايضا عصام ربيع امين المدير الفني لنادي الاتحاد وكلامه مع لاعبيه. حتى الان النتيجه دي مرضيه لنادي الاتحاد، يعني التعادل امام النادي الاهلي هنا امام المتصدر لدوري الجمهوريه وعلى ملعبه النادي الاهلي اللي حقق فوزين في بدايه المرحله النهائيه للحفاظ بقى نحو الحفاظ على لقب دوري الجمهوريه مواليد 2003، 3-1 على بتروجيت وطبعا 2-1 على نادي بيراميدز. مشاهدين الاعزاء، ترجع الكره مره ثانيه ناحية شمال، انطلاقة كده من اللاعب سمير محمد، انما تمر الكرة الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس. وادي لقطة حلوة، لقطة حلوة بقى، ويعني امامنا لاعب نادي الاتحاد حبيب علي مع الكابتن بقى محمد شوقي في اللقطة الماضية، وابتسامة جميلة من الكابتن محمد شوقي في الكرة اللي فاتت دي. كرة القدم الروح الرياضية والجميلة مشاهدينا الاعزاء. رمية تماس، رمية تماس من ناحية اليمين لصالح نادي الاتحاد السكندري، تتلعب على طول وتصل الكرة مرة تانية لميدو نبيل. ادي ميدو بيحاول يضغط ميدو وبيلعب الكرة في اتجاه اللاعب سمير محمد هناك ناحية الشمال، سمير بيحاول يجيبها، سمير وبيلعبها عايز يعني يحيي الهجمة كده في اتجاه اللاعب ميدو، انما دفاع نادي الاتحاد بياخدوها وبيلعبوا الكرة الأمامية. ملخص الشوط الأول، النادي الأهلي مستحوذ وماسك الكرة ووصل أكتر من مرة، انما في زحمة دفاعية عاملها لاعبي نادي الاتحاد النهاردة ومديرهم الفني كابتن عصام ربيع أمين واثنين قائم للنادي الأهلي في احداث الشوط الاول، ونادي الاتحاد السكندري على فترات متباعده، على فترات متباعده كان بيشكل بعض الخطوره كده على دفاعات النادي الاهلي ومنطقه جزاء. هنشوف بقى السيناريو في الشوط الثاني هيكون يعني ازاي. بالتاكيد النادي الاهلي هينزل ضاغط ويحاول ان هو يسجل، لانه النادي الاهلي دائما ما يبحث عن الانتصار، وفوز النهارده طبعا يبقي الاهلي على الصداره بفارق 4 نقاط بقى عن نادي انبي اللي في المركز الثاني. الاهلي 48 نقطه، انبي 44 نقطة. ترجع الكرة مرة تانية وتتلعب الكرة في وسط الملعب لصالح لاعبي نادي الأهلي. أدي الانطلاقة من ناحية اليمين، مصطفى أبو الخير بيلعب الكرة في اتجاه اللاعب علي نادر اللي بيحاول، ولكن على طول تدخل بقى من اللاعب حسين محمد لاعب نادي الاتحاد اللي بيخرج الكرة إلى خارج الملعب، ورمي التماس أهلاوية من ناحية اليمين. رمي التماس لنادي الأهلي، محمد عبد الله ورمي التماس للأهلي، تتلعب على طول الكرة وتصل إلى مصطفى أبو الخير. أدي مصطفى أبو الخير بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، وأدي المحاولة من اللاعب سمير محمد، إنما بيطلع بقى دفاع نادي الاتحاد السكندري، ورمي التماس أهلاوية مرة تانية. رمي التماس للنادي الأهلي، وأدي الكابتن محمد شوقي على طول بيجيب الكرة إلى اللاعب إسلام عبد الله، والكابتن أحمد عبد الظاهر أيضا بيطالب لاعبي النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين الإشارة واضحة جدا، بيقول لهم اتقدموا علشان يعملوا زيادة عددية داخل منطقة الجزاء. تتلعب الكرة أحمد أشرف بيلعبها الإسلام اللي بيحاول يشيل بقى كرة عرضية من ناحية شمال إسلام، ولكن الضغط والزحمة اللي عاملها لاعبي نادي الاتحاد، شوف اتنين على الكرة على طول وبينجحوا إن هم يقطعوا الكرة وبيخرجوها إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لإبراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الأهلي. توصل الكرة مرة تانية هناك ناحية شمال، انطلاقة أحمد أشرف بيلعب الكرة في الوسط، وأدي الكرة الملعوبة الأمامية
وتصل الى حارس المرمى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. نلعب في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول، وادي بقى كابتن ابراهيم محجوب حكم هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه لنادي الاتحاد، ادي الكره الاماميه الملعوبه. يبدو ان خلاص الشوط الاول على وشك النهايه، والتعادل السلبي بدون اهداف حتى الان ما بين الاهلي والاتحاد. تتلعب الكره مره ثانيه من محمد وائل لطعيمه لابراهيم عبد الحكيم. هل يكون في فرصه بقى ان احنا نشوف هجمه؟ ادي اسلام، اسلام عبد الله، اسلام يتقدم الامام وبيلعب الكره الطوليه، بينقل الهجمه كده بسرعه من الدفاع للهجوم، توصل لمحمد وائل. محمد وائل بيسند على اللاعب ميدو نبيل اللي بيعدل على شماله وبيعيد الكره في الخلف للاعب مصطفى بالخير. مصطفى بالخير بيلعبها مره ثانيه ناحيه اليمين عند ميدو اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء. سمير بيلمس لاحمد اشرف او دعالي نادر، وادي احمد اشرف وتصويبه قويه، تصويبه قويه انما تصل الى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري اللي على طول بيلعب الكره بسرعه، وحكم اللقاء كده يعني لمحناه بيبص في ساعته. تتلعب الكره مره ثانيه وتصل في الوسط عند اللاعب طايمه، ادي طايمه بيلعب الكره هناك ناحيه شمال عند اللاعب احمد اشرف. احمد اشرف لسه الكره مع احمد، عدى بشكل جيد احمد اشرف، يا ولد العيب يا احمد، ولعب كره بينيه حلوه. سمير داخل منطقه الجزاء، هل بقى نشهد هدف للاهلي؟ ادي سمير عدى حلوه، سمير عدى حلوه سمير، ومره ثانيه سمير عمل مراوغه جميله كده على الخط، ولكن كان ممكن بقى يعني يسند على زملائه في اللقطه اللي فاتت دي. ترجع الكره مره ثانيه، وادي الكره العرضيه العاليه انما الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. وفي هذه اللحظات كابتن ابراهيم محجوب ينهي احداث الشوط الاول من هذا اللقاء، الاهلي والاتحاد السكندري في الاطار المرحله الاخيره لدوري الجمهوريه مواليد 2003 بالتعادل السلبي بدون اهداف. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي في كل مكان، كنت معكم تامر عبد السلام. شكرا من جديد للكابتن اسامه حسني وضيفيه الكريمين نجوم التحليل كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت اللي متعونا بتحليل كافي ووافي لما حدث في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي مع الاتحاد السكندري في إطار فعاليات الجولات الأخيرة بقى والمرحلة الأخيرة لدوري الجمهورية مواليد 2003. الأهلي هو حامل لقب هذا الدوري، حققه في الموسم الماضي مشاهدينا الأعزاء، وحتى الآن يعني في هذا الموسم الأهلي أيضا في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة في دوري هذا الموسم. أما نادي الاتحاد طرف مباراة اليوم 37 نقطة في المركز السابع. زي ما قلنا لحضراتكم واستعرضنا الأمور في أحداث الشوط الأول وبطاقة المباراة، الأهلي اللي كان لعب في المجمل 22 مباراة حقق الفوز في 15 وتعادل في مرتين، ومرة حقق الفوز بركلات الترجيح ومرة أخرى كان تلقى الخسارة بركلات الترجيح. له 45 نقطة 45 هدف عفوا كأقوى هجوم في دوري هذا الموسم، عليه 19 هدف وزي ما قلنا 48 نقطة في المركز الأول. أما نادي الاتحاد لعب 21 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 6 خسر في 6، له 33 هدف وعليه 27 هدف ولديه 37 نقطة في المركز السابع. وادي الإعادات طبعا لأحداث يعني الهجمات بقى الخطيرة اللي كانت في الشوط الأول للنادي الأهلي. شوط أول الأهلي كان مسيطر ووصل أكتر من مرة ولعب كرات خطيرة، منها الكرة اللي بنشوفها قدام حضراتكم دي اللي أضاعها اللاعب سمير محمد، هو اتصرف بشكل جيد الحقيقة إنما التوفيق ما كانش معاه في اللقطة اللي كانت أمام حضراتكم من عرضية ميدو نبيل. وأيضا الأهلي كان يعني كرتين كده جم في القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. طبعا مشاهدينا الاعزاء كلنا تابعنا الظروف الصعبه اللي مر بيها بقى لاعبي النادي الاهلي في غانا وفي اكرا وتعطل الطائره وعدم تاجيل المباراه والامور دي كلها، ولكن رغم كل هذه الصعاب الا ان لاعبي النادي الاهلي ومديرهم الفني بقى مارسيل كولر تغلبوا عليها وقدروا ان هم يحققوا فوز يؤهل الاهلي الى دور الثمانيه للمره الثامنه في تاريخه، وبهدف بقى من اللاعب حسين الشحات ولاعيبه كانوا رجاله واسعدوا الجماهير. دايما لاعبي النادي الاهلي الحقيقه عندما يعني يقعوا تحت الضغط تجدهم رجال اقوياء اشداء وبيقدروا ان هم يعني يتفوقوا ويسجلوا ويفرحوا الجمهور، ودي عاده لاعبي النادي الاهلي وعاده نجوم النادي الاهلي اللي دايما عودوا الجمهور على الفرحه والسعاده وعلى البطولات. ان شاء الله الاهلي يقدر ان هو يحقق
دوري الأبطال كما يتمنى جماهير النادي الأهلي، وبإذن الله أيضا عندما يعود بقى النادي الأهلي لبطولته المحببة بطولة الدوري يقدر الأهلي إن هو يتفوق ويحصل ويحقق لقب الدوري من جديد مشاهدين الأعزاء، وأيضا في انتظار مباراة يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات، علشان بقى الأهلي بإذن الله يعني يقدر إن هو يحقق الصدارة مشاهدينا الاعزاء. ادي بقى تبديلات واستعداد للتبديلات في الشوط الثاني من قبل كابتن احمد عبد الظاهر، اللي بالتاكيد اتكلم مع لاعبيه كتير جدا، وضروره بقى الضغط والمهارات الفرديه والامور بقى اللي ممكن يستغلها لاعبي النادي الاهلي علشان يفكوا التكتل الدفاعي اللي كان في الشوط الاول من قبل لاعبي نادي الاتحاد السكندري. ادي امامنا طبعا كابتن محمد شوقي وبعض الكلام مع اللعيبه بقى من لاعبي النادي الاهلي اللي بيستعدوا للنزول في احداث الشوط الثاني. اعتقد عبد الله مصطفى هنشوف ادهم همسيحه طبعا البدلاء النهارده للنادي الاهلي، سعد محمد، يوسف عاطف، محمود حمدي، محمد اسامه، عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الرحمن شريف، اسامه احمد اللي هو لاعب من مواليد 2005، واللاعب عبد الله مصطفى ايضا اللي بيتواجد على مقاعد البدلاء. ادي امامنا كابتن محمد شوقي وحوار مع كابتن ابراهيم محجوب حكم هذا اللقاء، نجم كبير طبعا كابتن محمد شوقي وتاريخ كبير مع النادي الاهلي الحقيقه حققه هذا اللاعب الكبير، اللاعب السابق طبعا للنادي الاهلي واللي دلوقتي واخد بوزيشن طبعا في قطاع الناشئين للنادي الاهلي نائب رئيس القطاع، وباذن الله مع الكابتن وليد سليمان ومع الكابتن بقى ابو الاشبال كابتن بدر رجب وكابتن احمد ناجي والبقيه يقدموا لنا بقى نجوم ولاعبين مميزين كما هي العاده لقطاع الناشئين للنادي الاهلي علشان ينضموا للفريق الاول وايضا لكرة القدم المصرية ويفيدوا المنتخبات على جميع المراحل السنية. طبعا مشاهدي الأعزاء النادي الأهلي وقطاع ناشئينه كان تم تصعيد 13 لاعب للفريق الأول، نقولهم بسرعة كده: حازم جمال، طارق حسن، يوسف عبد الحفيظ، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الرحمن فارس، إسلام عبد الله، أحمد عبدين، عبد الجواد عبد الرحمن، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، أحمد طعيمة، معتز محمد، مازن أسامة، ويعني إن شاء الله أيضا نشهد الكثير والكثير من اللاعبين اللي يقدروا ان هم ياخدوا الفرصه ويتم تصعيدهم علشان يبص عليهم بشكل جيد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وجهازه المعاون. هي لحظات ونبدا بقى مع حضراتكم الشوط الثاني في احداث هذا اللقاء، ونذكر حضراتكم سريعا كده بتشكيل الفريقين: النادي الاهلي طارق حسن لحراس المرمى، ابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله، مصطفى ابو الخير، احمد اشرف، محمد وائل، احمد طعيمه، ميدو نبيل، مازن اسامه، سمير محمد، علي نادر. على الجانب الاخر نادي الاتحاد: محمد صلاح، احمد بهاء، زغلول الدسوقي، محمود محمد، حبيب علي، شوقي السعيد، محمد فاروق، عمر محمد مطاوع، حسين محمد، مازن اشرف، وشهاب خالد. حكم اللقاء كابتن ابراهيم محجوب بيعاونه محمود عامر وهاشم عبد المريد. وادي امامنا بقى الجهاز الفني والاداري لنادي بتروجيت في مباراه اليوم: كابتن عصام ربيع امين، كابتن احمد متولي، او نادي الاتحاد، نادي الاتحاد عفوا، الجهاز الفني لنادي الاتحاد: كابتن عصام ربيع، كابتن احمد متولي، كابتن محمد السيد، واداري عمرو صلاح، وطبيب مصطفى شريف، واخصائي مصطفى جوهر. لحظات ونبدا مع حضراتكم احداث هذا اللقاء وحوار جانبي كده ما بين سمير محمد وحكم اللقاء كابتن ابراهيم محجوب في مباراه اليوم، اللي بيستعد بقى هو واللاعبين لبدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، وباذن الله نشوف شوط ثاني جميل بقى ونستمتع بكره قدم مميزه، ونشوف شوط ثاني نتوقع ان هو يكون اسرع شويه من الشوط الاول في مباراه اليوم. ادي امامنا طبعا كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي، اللي طبعا بالتاكيد اتكلم مع ابنائه ومع لاعبيه وادالهم بقى خطه الشوط الثاني في احداث هذا اللقاء، وهنشوف بقى ايه اللي ممكن يحدث من لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني. امامنا حارس مرمى النادي الاهلي اللي هو طارق حسن، طارق حسن حارس مرمى اللاعب حارس مرمى النادي الاهلي طبعا لامام حضراتكم بيتلقى العلاج بقى في مباراه اليوم، وعلشان كده المباراه متوقفه، يعني حارس المرمى كلنا عارفين ان هو الوحيد اللي لابد من ايقاف المباراه لعلاجه يعني داخل ارض الملعب، ونتمنى السلامه للحارس طبعا بقى طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. ونذكر حضراتكم مشاهدينا الاعزاء ادي امامنا طبعا بقى ادهم سيحه الحارس البديل للنادي الاهلي اللي بيستعد ليه يعني النزول في حال بقى ان طارق حسن ما يقدرش ان هو يكمل المباراه. متواجد طبعا طبعا دكتور علاء مأمون طبيب الفريق مع عمر شعراوي، الاثنين بيسعفوا بقى حارس المرمى طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم.
كابتن احمد عبد الظاهر طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، ده تشكيل الجهاز الفني، احمد جلال المدرب العام، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، كابتن محمد راشد المدير الاداري النشيط الحقيقه والمميز، دكتور علاء مامون، عمر شعراوي، عبد الحميد حسين، عبد الرحيم سونج، ورمضان حارس. والكل بيطمئن بقى على سلامه الحارس طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي، اللي هنشوف هل يقدر يكمل المباراه ولا ادهم سيحه هيكون يعني له دور بقى في مباراه اليوم ويشارك مشاهدينا الاعزاء. ادي امامنا طارق حسن بيقوم اهو، نتمنى له السلامه طبعا، احنا بنتمنى السلامه للكل. وادي الراجل بقى بيعمل عمليات تسخين كده قبل ما يقرر بقى الجهاز الطبي هل يقدر يكمل ولا هيتم تبديله بنزول ادهم سيحه. هنشوف ونتابع مع حضراتكم بقى، لازلنا في انتظار بقى بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، اللي كانت نتيجه الشوط الاول زي ما قلنا التعادل السلبي بدون اهداف. النادي الاهلي زي ما قلنا غياباته النهارده كريم عثمان للاصابه، احمد داوود، يوسف شريف، وايضا محمد شرقيه، واثنين لعيبه مصعدين مع الفريق الاول كريم الدبيس ومصطفى مخلوف، والاعارات رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان ومحمد حمدي ميسي. الاهلي اقوى هجوم في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء، 45 هدف بقى قبل بدايه احداث هذا اللقاء، والاهلي ايضا اقوى دفاع في دوري هذا الموسم. حتى الان لازلنا في انتظار البدايه، ودي حارس المرمى للنادي الاهلي طارق حسن، يبدو انه هيقدر يكمل ان شاء الله، نتمنى له السلامه وان هو يكمل المباراه مع فرقته في مباريات هذه الجوله اللي بتشهد لقاء الاهلي مع الاتحاد، والمصري مع بيراميدز، سيراميكا كليوباترا مع فاركو، انبي مع بتروجيت، والمقاولون العرب مع الزمالك مشاهدينا الاعزاء. طبعا المباريات بقى القادمه للنادي الاهلي، الاهلي هيلتقي فاركو خارج الارض في الجوله القادمه، الجوله اللي بعدها ان شاء الله المباراه القمه بقى الاهلي مع الزمالك على ملعب، على هذا الملعب ملعب الاهلي من مدينه نصر، ثم يخرج الاهلي لملاقات سيراميكا والمقاولون، ويعود ويلتقي الاهلي مع المصري على هذا الملعب، ثم يلعب مع انبي خارج الارض. بسم الله وعلى بركه الله بدانا مع حضراتكم احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، وضربه البدايه للنادي الاهلي، وسريعا كده لاعبي النادي الاهلي نقلوا الكوره من منطقه وسط الملعب الى المنطقه الهجوميه ليهم والدفاعيه النادي الاتحاد. رمي التماس اولى في الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي، هيلعبها بقى اللاعب اللي هو طبعا اسلام عبد الله، بيلعب الكره اسلام وترجع الكره مره اخرى الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه الشمال للنادي الاهلي، احمد اشرف بيسيبها لاسلام عبد الله. اسلام عبد الله اتعودنا منه دايما على رميات التماس الطويله الحقيقه داخل منطقه الجزاء، بيلعبها وادي اللمسه الراسيه الخطيره من مازن اسامه، وترجع الكره مره ثانيه في اتجاه اللاعب سمير محمد، وتعود الكره الى حارس المرمى محمد صلاح. تعود الكره الى حارس المرمى محمد صلاح، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري اللي بيضيع وقت بدري جدا، يعني احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما عداش بقى حوالي 50 ثانيه الاولى بقى من الدقيقه الاولى من عمره احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، لسه بدري جدا يا عم محمد. ده صلاح بيلعب الكره محمد صلاح الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي، هيلعبها اللاعب اسلام عبد الله. اسلام عبد الله بيلعب الكره الاماميه، تصل الكره مره ثانيه بقى للاعب علي نادر اللي تقدم كده من ناحيه الشمال، علي نادر بيحاول يعدي، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الاتحاد السكندري من ناحيه اليمين. رمي التماس للاتحاد وقع على ارض الملعب علي نادر، سلامات يا علي، لعيب مميز علي نادر، من اللعيبه المتالقين جدا في هذا الموسم، سجل 8 اهداف في مرمى الجونه ومرمى السد باسوان وانبي، وكان سجل هاتريك بقى في مرمى فيوتشر، وايضا سجل هدف في مرمى سموحه وهدف في مرمى بتروجيت. ادي امامنا اللاعب علي نادر، من اللعيبه المتالقين جدا، سجل 8 اهداف في دوري هذا الموسم، ثاني الهدافين بقى بعد اللاعب سمير محمد اللي لديه 12 هدف مع النادي الاهلي في هذا الموسم. ادي انطلاقه بقى النادي الاتحاد السكندري من ناحيه شمال، هل يستمر السيناريو من قبل بقى كابتن عصام ربيع امين للنادي الاتحاد السكندري على التكتل الدفاعي مع الاعتماد على يعني بعض الهجمات المرتده القليله اللي شفناها في الشوط الاول نادي الاتحاد، وادي واحده منها في الشوط الثاني، كره عرضيه كده اتلعبت في اتجاه اللاعب محمد فاروق اللي بيسند على اللاعب اللي هو محمود محمد بيلعبها، انما ياخد منها رمي التماس للنادي الاتحاد السكندري من ناحيه اليمين. هنشوف بقى الاهلي ولاعبيه هيتصرفوا ازاي في الشوط الثاني مع لاعبي نادي الاتحاد السكندري اللي كانوا متكتلين في طوال احداث الشوط الاول على المستوى الدفاعي، وكانوا عاملين زحمه، والمهارات الفرديه بقى والامور اللي اتكلم عنها نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت مع الكابتن اسامه حسني. رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي الاتحاد السكندري، تتلعب الكرة وتصل مرة تانية
الى خارج الملعب وتطلع، او لسه في الملعب والله، انما طلعت وبقت رمية تماس للنادي الاهلي من ناحية شمال. عايزين الماتش يسخن، عايزين يعني الدنيا تكون افضل على المستوى الكروي داخل ارض الملعب، علشان الجماهير دايما بتبحث عن الاثارة والندية والمتعة الكروية بقى في عالم كرة القدم. يعني لاعبي النادي الاهلي اللي عودونا دايما على الكرة الجميلة اللي دايما بيقدموها الحقيقة، وان شاء الله يقدروا ان هم يعملوا حاجة في مباراة اليوم، والاداء بقى يعود لسابق عهده، والكرات الحلوه اللي بنشوفها والهجمات والاهداف والحاجات الجميله اللي كنا بنشوفها طبعا من لاعبي النادي الاهلي وابناء الكابتن احمد عبد الظاهر. الاهلي اللي متصدر دوري الجمهوريه حتى الان. مصطفى بالخير ناحيه الشمال يلعب الكره في وسط الملعب لميدو. وادي ميدو بيلعب الكره الاماميه وتصل الكره مره ثانيه ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء لصالح نادي الاتحاد السكندري. بتتلعب على طول وادي انطلاقه للاعب اسلام عبد الله. اسلام عبد الله بيلعب الكرة في الخلف، اسلام ترجع مرة تانية لابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم عبد الحكيم بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين مرة تانية لصالح لاعبي النادي الاهلي في مباراة اليوم. ادي الكرة الملعوبة الامامية عالية ومعدية مرة تانية في اتجاه اللاعب سمير. سمير بيلعبها في الوسط للاعب علي نادر اللي بياخد فاول وركلة حرة للنادي الاهلي في مباراة اليوم. وانذار، ركلة حرة وانذار. ادي حكم اللقاء كابتن ابراهيم محجوب بيدي انذار للاعب نادي الاتحاد السكندري في مباراة اليوم. وعلي نادر واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه. علي، علي نادر للمره الثانيه، يعني لاعبي نادي الاتحاد السكندري كده بيرتكبوا معاه المخالفه وبيلعبوا عليه بعنف شويه. ادي اللقطه وادي الكوره والتدخل العنيف بقى هنا امامنا من اللاعب حبيب علي اللي اخذ انذار في اللقطه الماضيه. حكم اللقاء ما ترددش طبعا كابتن ابراهيم محجوب في انه يشهر بقى البطاقه الصفراء في وجه اللاعب حبيب علي في اللقطة الماضية لاعب نادي الاتحاد السكندري بعد أن ارتكب المخالفة على لاعب النادي الأهلي علي نادر في مباراة اليوم. ركلة حرة مشاهدينا لصالح النادي الأهلي من ناحية اليمين، ولازلنا بقى في الخمس دقائق الأولى من عمر وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والتعادل السلبي بدون أهداف. تعادل سلبي بدون أهداف. وركلة حرة أهلاوية من ناحية اليمين في مباراة اليوم. ركلة حرة للنادي الأهلي. أحمد أشرف واللاعب ميدو نبيل. احمد وميدو والركله الحره، ميدو بيمينه واحمد اشرف بشماله. هنشوف بقى مين هينفذ. هذه الركله الحره، احمد اشرف بيلعب الكره البينيه عايز يلعبها في اتجاه اللاعب علي نادر، انما على طول دفاع نادي الاتحاد بيردها وترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب. ادي امامنا لاعبي النادي الاهلي، وادي الكره ملعوبه الاماميه على حدود منطقه الجزاء في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله اللي مكمل. شوف اسلام عامل الزياده على حدود منطقه جزاء نادي الاتحاد. سمير يا ولد العيب بياخدها وبيلعبها اسلام لسمير مره ثانيه، وادي سمير بيلعب كره بينيه حلوه. وادي بقى مصطفى ابو الخير، انما شوف تحرك الحكم في اللقطه اللي فاتت دي. وادي محمد وائل وتصويبه قويه، تصويبه قويه بقى من اللاعب محمد وائل وسلاح التصويب، استغلال بقى سلاح التصويب. شفنا تصويبه في الشوط الاول من اللاعب مازن اسامه. وادي محمد وائل وتصويبه قويه، انما في وسط المرمى وفي المكان المتواجد فيه بقى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في اللقطه الماضيه. انما الاهلي والتعليمات بقى اللي جايه من خارج الخطوط من كابتن احمد عبد الظاهر لاستغلال سلاح التصويب، نظرا للتكتل الدفاعي بقى الكبير من لاعبي نادي الاتحاد السكندري. ممكن الكره تصطدم بالمدافعين نظرا للزحمه وتغير اتجاهها وتذهب الى الشباك والامور دي كلها. الاهلي اللي بيحاول ينوع عملياته الهجوميه من اجل الوصول بقى الى شباك الحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، والوصول الى الباسورد الخاص بيه وبدفاعات نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال عند اللاعب محمود محمد لاعب نادي الاتحاد اللي بيلعب الكرة الأمامية، إنما عائدة الكرة مرة تانية وإلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس لصالح نادي الأهلي من ناحية اليمين. إبراهيم عبد الحكيم. إبراهيم عبد الحكيم بيلعب الكرة في اتجاه اللاعب إسلام عبد الله. أدي إسلام عبد الله. إسلام بيفتح الملعب هنا ناحية الشمال عند اللاعب أحمد أشرف. أحمد أشرف في وسط الملعب مرة تانية. مصطفى أبو الخير بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين. وأدي لاعب النادي الأهلي إسلام. ترجع مرة تانية لمصطفى محمد وائل. محمد وائل في الخلف اسلام، او ده هنشوف هنا لاعبي النادي الاهلي. ادي ابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم بيلعبها مرة تانية لمصطفى. ابو الخير يتقدم للامام وماشي وبيلعب التمرير الامامية العالية ومعدية كده في اتجاه اللاعب سمير، انما ترجع مرة تانية في وسط الملعب للاعبي النادي الاهلي هنا ناحية الشمال. ادي الكرة الملعوبة الامامية، احمد اشرف عالية الى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس، الى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس لصالح نادي الاتحاد السكندري من ناحية اليمين في مباراة اليوم. رمية تماس للاتحاد، محمود محمد
ماتش هادي جدا حتى في بدايات احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. وترجع الكوره، الاهلي بيسعى للحصول على 3 نقاط هامه جدا من اجل الحفاظ بقى على الصداره، صدار الجدول الترتيب اللي بيتصدرها طبعا النادي الاهلي 48 نقطه بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه بقى اللي هو النادي انبي. طبعا نادي الزمالك بيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه من ناحيه الشمال، ولكن ترجع الكره مره اخرى في الوسط كده لاعب النادي الاهلي. ادي المحاولات وادي الضغط وكره الى خارج الملعب، حماس كده، وادي بقى يعني بعض الشد والجذب بقى اللاعب مازن اسامه واللاعب شوقي السعيد لاعب نادي الاتحاد وحكم اللقاء على طول ابراهيم محجوب بيتدخل وبيهدي الامور ما بين اللعيبه. الماتش ماشي بشكل جيد جدا، روح رياضيه عاليه ما بين لاعبي الفريقين، ولكن في بعض الاحيان كده بيكون في بعض المناوشات ما بين اللعيبه وبعضها. وادي حكم اللقاء ابراهيم محجوب على طول بيتدخل وبيتكلم، وادي اللعيبه امام حضراتكم طبعا اللاعب شوقي السعيد واللاعب مازن اسامه. لسه برضه يعني بعض المنشدات والمناوشات والامور اللي حضراتكم شايفينها وعارفينها في كرة القدم. ترجع الكرة مرة تانية، ادي انطلاقة وتصل هناك بقى ناحية اليمين لصالح نادي الاتحاد، انما التغطية من ابراهيم عبد الحكيم اللي بيسيب الكرة ويحضن على كورته كده وياخد منها ركلة مرمى للنادي الاهلي وطارق حسن. طارق حسن بيلعب الكرة مرة تانية ناحية اليمين لصالح لاعبي النادي الاهلي، توصل الكرة في الوسط كده وادي انطلاقة بقى من ناحية اليمين. محمد وائل بيلعب الكرة الامامية وادي اللمسة الرأسية تصل هناك ناحية شمال احمد اشرف اللاعب المهاري. ادي احمد اشرف بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن بيطلع دفاع نادي الاتحاد، وترجع الكره مره ثانيه للاعب شوقي السعيد وبيضغط احمد اشرف وبياخدها وعلي النادر معاه، ولكن حكم اللقاء بيدي هل في لمسه يد ولا ايه؟ يبدو ان ادى لمسه يد حكم اللقاء كابتن ابراهيم محجوب حكم مباراه اليوم، ادى لمسه يد على اللاعب علي نادر لاعب النادي الاهلي اللي حاول في اللقطه الماضيه مع زميله اللاعب احمد اشرف ان هم يحصلوا على الكره ويعملوا بيها هجمه للنادي الاهلي، ولمسه يد لصالح نادي الاتحاد. وحارس المرمى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في مباراته. تتلعب الكره اماميه يعني معديه واصله ناحيه اليمين ابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم عبد الحكيم يا ولد العيب ابراهيم بمنتهى الثقه كده بياخد الكره ويبدا بيها هجمه للنادي الاهلي. ادي الكره اللي تتلعب على طول من اسلام في وسط الملعب هناك ناحيه اليمين، ضغط كده من لاعبي النادي الاهلي. مصطفى ابو الخير بيلعبها، اخذ الكره من محمد وائل وتعود الكره في الخلف مره ثانيه الى لاعبي النادي الاهلي. ادي امامنا مصطفى المازن اسامه بيعدي مازن وماشي، بيعدي مازن وماشي يا ولد العيب، وبيلعب الكره في الخلف مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي اسلام عبد الله امام حضراتكم. ادي اسلام بيلعب الكره الاماميه اسلام عاليه ومعديه هناك ناحيه اليمين، وكره كده في اتجاه اللاعب محمد وائل اللي بيسيبها وياخد منها رميه تماس اهلاويه من ناحيه اليمين. مشاهدينا الاعزاء، ادي رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي، تتلعب على طول اماميه وتصل الكره مره ثانيه لصالح لاعبي نادي الاتحاد، وضغط كده اهلاوي في مباراه اليوم. عبد الجواد عبد الرحمن نزل مكان اللاعب احمد طايمه ما بين الشوطين، ومصطفى ابو الخير بقى دخل في وسط الملعب زي ما كان شرح وقال لحضراتكم دكتور احمد ثابت. ادي كره تتلعب على طول اماميه، اذا عبد الجواد عبد الرحمن بيتواجد في ملعب المباراه، وطبعا بقى يعني اللاعب مصطفى ابو الخير اتقدم كده في منطقة وسط الملعب. هنشوف بقى التبديلات والتغييرات اللي أجراها المدير الفني بقى كابتن أحمد عبد الظاهر في مباراة اليوم. اتلعبت الكورة للنادي الأهلي، إسلام عبد الله بيحاول يعدي من ناحية الشمال، إنما اتقطعت وصلت لأحمد أشرف. أدي أحمد أشرف يا ولد عدى بشكل كويس، إنما حكم اللقاء ما اداش حاجة ورجعت الكورة للاتحاد. فاروق بيعدي وبيلعب الكورة هناك ناحية الشمال عند اللاعب حبيب علي لنادي الاتحاد السكندري، تتلعب الكره مره ثانيه، وادي المحاوله في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء لصالح نادي الاتحاد السكندري، انما لسه الهجمه اتقطعت وصلت مره ثانيه عبد الجواد عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي. اتلعب الكره اماميه وتصل الى حارس المرمى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم، على مهله تماما محمد، بيهدي اللعب وبيهدي الكره وبيمسكها وبيلعبها هناك ناحية الشمال مرة تانية لصالح لاعبي نادي الاتحاد السكندري في مباراة اليوم. ادي الكورة تتلعب على طول أمامية ومعدية خطيرة جدا ناحية الشمال لصالح نادي الاتحاد. ادي الانطلاقة من اللاعب عمرو مطوق بيلعب كرة عرضية، انما توصل الكرة ابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم عبد الحكيم بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين عند عبد الجواد عبد الرحمن. ادي عبد الجواد وياخد رمي التماس عبد الجواد، بيلعبها لمصطفى ابو الخير. ادي مصطفى ابو الخير، مصطفى ابو الخير بيلعب الكره مره ثانيه في الخلف كده
للاعبي النادي الاهلي محمد وائل، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم بيسند على اسلام، اسلام عبد الله، مره تانية ابراهيم عبد الحكيم، وبدايه الهجمه للنادي الاهلي، محمد وائل ناحيه اليمين، محمد وائل يتقدم، اخذ مساحه وعدى وماشي ولعب الكره في اتجاه عبد الجواد، ورجعت الكره مره تانية اماميه في اتجاه اللاعب علي نادر انما اتقطعت، ورجعت مره تانية للاعبي نادي الاتحاد السكندري عن طريق اللاعب مازن اشرف في وسط الملعب، محمد طارق، شهاب خالد، لسه الهجمه النادي الاتحاد، ثلاث اربع نقلات كده انما اتقطعت، وصلت مره تانية للاعب مازن اسامه، ادي مازن بينقل الهجمه بشكل جيد جدا في اتجاه علي نادر ناحيه شمال، علي نادر لسه الكره مع علي، جات له المسانده على طول من احمد اشرف اللي هيشيل مره واحده، ولعب الكره العرضيه في اتجاه اللاعب سمير، رجعت مره تانية الكره على حدود منطقه الجزاء، وادي محاوله للمرور بقى والسيطره على الكره في اللقطه الماضيه من اللاعب عبد الجواد، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس النادي الاهلي، وفي لاعب من النادي الاهلي وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه، اللاعب اللي هو احمد اشرف اللي لديه هدف في دوري هذا الموسم في مرمى الجونه، بالمناسبه لاعب من اللعيبه المميزه جدا، لاعب سريع ولاعب بيجيد المراوغات، واحد ضد واحد بيعدي وبيمتلك ايضا السرعه، ادي امامنا علي نادر وادي الهجمه وادي التمويه بقى، والكره اللي لعبها في اتجاه اللاعب احمد اشرف اللي شال الكره بالعرض، وكان تدخل بقى معاه لاعب نادي الاتحاد السكندري والراجل كده لمس رجله، ويعني حكم اللقاء ما كانش شد حاجه في اللقطه اللي فاتت دي، ابراهيم محجوب، انها يعني هجمه يعني كانت واعده للنادي الاهلي، وحكم اللقاء ما اداش حاجه، وتدخل كان عنيف من لاعب نادي الاتحاد السكندري مع اللاعب احمد اشرف اللي الحمد لله امثلي. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي ناحيه اليمين، وادي الكره الملعوبه الاماميه العاليه ومعديه واصله على حدود المنطقه، وعلي نادر يسقط، وحكم اللقاء بيدي فاول، حكم اللقاء بيدي فاول من مكان مميز وانذار وكارت احمر. ادي بقى حبيب علي اللي كان عنده انذار بيتلقى الانذار الثاني ويحصل على البطاقه الحمراء في هذه اللحظات. ادي بقى على طول اللاعب حبيب علي لاعب نادي الاتحاد السكندري بيحصل على الانذار الثاني والبطاقه الحمراء بعد التدخل على اللاعب علي نادر. يعني قلنا لحضراتكم انه لاعبي نادي الاتحاد كانوا يعني بيلعبوا بعنف شويه زايد كده على لاعبي النادي الاهلي، وبالفعل انذارين للاعب حبيب علي ويحصل على الكارت الاحمر. ادي العاده وادي اللقطه وادي امام حضراتكم الصوره، وادي امام حضراتكم الدفعه في ظهر بقى اللاعب علي نادر وحكم اللقاء اللي بيوزع الانذارات دلوقتي على لاعبي نادي الاتحاد السكندري كابتن ابراهيم محجوب حكم هذا اللقاء. ركله حره اهلاويه من على حدود منطقه الجزاء، هنشوف بقى الاستغلال للكرات الثابته واهميه الكرات الثابته في مباراه اليوم. وادي على طول بقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد بينزله كابتن عصام ربيع امين وبيتكلم مع اللعيبه، ويعني ركله حره للنادي الاهلي وطرد بقى للاعب حبيب علي لاعب نادي الاتحاد السكندري. ادي امامنا حكم اللقاء وبيتكلم وبيشرح كده الكره واللعبه للاعب محمد صلاح. ادي اللقطه وادي الراجل اهو ايده يعني في ظهر بقى اللاعب علي نادر لاعب النادي الاهلي، وبالتالي كانت هجمه واعده، وحكم اللقاء ادى الانذار الثاني للاعب حبيب علي اللي تم طرده بعد حصوله بقى على البطاقه الحمراء. انما كلنا طبعا بنتابع بقى الكره الاوروبيه وبنشوف مباريات نهائيات يعني دوري الابطال والتنافس والدوري الانجليزي والقصه دي كلها، وبنشوف اللاعب بياخد الكارت الاحمر بيمتثل وبيطلع على طول ما بيقعدش في الملعب يعني. انما بقى بعض الكلام ولازم نتكلم مع الحكم، وثقافه نتمنى انها تنتهي من ملاعبنا الحقيقه، ثقافه نتمنى انها تنتهي تماما من ملاعبنا، مش حابين نشوف الكلام ده. خلاص حكم اللقاء خد القرار وادى الكارت الاحمر، وادي لاعبي بقى نادي الاتحاد السكندري لا زالوا بيتكلموا مع حكم اللقاء. احمد بهاء طبعا هو اللي كان بيتكلم في اللقطه اللي فاتت، مش عاجبه طبعا احمد بهاء وبيتكلم، وادي الركله الحره للنادي الاهلي. انما يا احمد يا بهاء لما بقى تشوف المباراه في الاعاده هتتاكد ان حبيب علي ارتكب مخالفه وكان يستحق بالفعل الانذار الثاني وبالتالي الكارت الاحمر. اذا النادي الاتحاد هيكمل المباراه منقوص من لاعب وركله حره للنادي الاهلي، وادي مداولات رباعيه بقى حوالين الكوره. هنشوف بقى لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، مازن وعلي نادر ومحمد وائل، وهنشوف بقى لاعب النادي الاهلي، وشايف انا مازن اسامه برضو قريب من الكوره، وشايف عبد الجواد عبد الرحمن واحمد اشرف وركله حره اهلاويه، هل تتلعب بقى من مره واحده في اتجاه المرمى
ولا في جمله محفظها لهم بقى كابتن احمد عبد الظاهر في مباراه اليوم. وادي على طول امامنا بقى ميدو نبيل، ميدو نبيل اللي لديه 6 اهداف، هل يضيف الهدف السابع ولا الهدف الاول ليه؟ ميدو نبيل وميدو، انما عاليه 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 وفوق العارضه وتطلع وتبقى ركله مرمى النادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. خلي بالك الاستغلال للركلات الثابته بيكون مهم جدا، وخاصه في المباريات المتقفله اللي زي دي، يعني ماتش زي ده متقفل ونادي الاتحاد بيلعب وهو متكتل دفاعيا، فممكن كره زي اللي فاتت دي تخلص الدنيا وتفتح الجيم وتقدر ان انت تسجل هدف تفتح بيه المباراه وتخلي لاعبي الاتحاد يبحثوا بقى عن هدف التعادل، وبالتالي انت تستغل المساحات وتعمل هجمات مرتده في ظل النقص العددي. شوف بقى كل ده كان هيترتب على انك تنفذ الكره في الركله الثابته بشكل امثل الى داخل الشباك. كل اللي احنا قلناه وشرحناه ده لو الكره دي كانت سجلت هدف. ادي بعض التبديلات للنادي الاهلي في مباراه اليوم. شايف انا اللاعب عبد الرحمن شريف ايضا بيستعد للنزول، لعيب مميز ولعيب لديه 4 اهداف، كان سجل في بلديه المحله والجونه وطنطا وطلاع الجيش. وبيخرج علي نادر، عمل مجهود كبير جدا علي نادر في مباراه اليوم، وبينزل بقى امامنا اللاعب عبد الرحمن شريف، او عبد الرحمن شريف بالفعل لاعب النادي الاهلي في مباراة اليوم أمام حضراتكم أهو. عبد الرحمن شريف. تبديلات من قبل بقى المدير الفني كابتن أحمد عبد الظاهر في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، من أجل بقى يعني تنشيط الجبهة الهجومية. علي نادر عمل ماتش حلو الحقيقة واتحرك كتير جدا، ولكن لاعبي نادي الاتحاد السكندري كانوا بيلعبوا ضده بعنف شوية كده. رمي التماس تتلعب على طول أمامية، طبعا شفنا علي نادر اللي كان تسبب في طرد اللاعب حبيب علي. كرة إلى خارج الملعب ورمي التماس، نلعب في الدقيقة 65 من عمر وأحداث المباراة مشاهدينا الأعزاء، ولا زال التعادل السلبي بدون أهداف. رمي التماس، محمود محمد لنادي الاتحاد بيلعب الكرة الأمامية، وهذه اللمسة الرأسية، إنما ترجع الكرة من إبراهيم عبد الحكيم بيلعبها في اتجاه اللاعب ميدو نبيل، إنما إبراهيم عبد الحكيم مرة تانية بيلعبها في وسط الملعب، وهذه الاستلام سمير محمد عايز يطلع بقى هنا زميله أحمد أشرف، وهذه الضغط بقى من اللاعب ايضا صاحب القميص رقم 10 في تشكيل النادي الاهلي النهارده اللي هو محمد اسامه اللي نزل برضو في الشوط الثاني. محمد اسامه لاعب النادي الاهلي عنده هدفين، محمد كان سجل في مرمى الجونه وفي مرمى فاركو، وادي الركله الحره على اللاعب محمد اسامه. بيحاول بقى الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي استغلال بقى بنك البدلاء في مباراه اليوم، وأجرى 3 تبديلات في أحداث هذا اللقاء. هنشوف بقى البدلاء هل يعملوا الفارق ويقدر الأهلي إن هو يسجل. ونذكر حضراتكم إن الاتحاد بيلعب منقوص بعد طرد بقى اللاعب حبيب علي لحصوله على إنذارين، وبالتالي الكارت الأحمر كان تسبب فيهم اللاعب علي نادر الحقيقة قبل بقى ما يخرج وينزل بدلا منه اللاعب عبد الرحمن شريف. أدي عبد الرحمن أهو. محمد وائل أمامية في اتجاه اللاعب محمد أسامة أو ميدو أسامة زي ما أنت عايز. أدي على طول ميدو بيلعب الكره العرضيه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن، ولسه الهجمه الراجل جابها بايده ولكن كانت عدت الخط، وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، ركله ركنيه اهلاويه. وشايف انا مازن اسامه رايح علشان ينفذ، ادي مازن اسامه، وادي الزياده العدديه بقى اسلام عبد الله، ابراهيم عبد الحكيم، مصطفى ابو الخير، بالاضافه للاعب سمير محمد وايضا عبد الرحمن شريف، وزياده عدديه داخل منطقه جزاء نادي الاتحاد من لاعبي النادي الاهلي. وادي القطار الاهلاوي بقى داخل منطقه الجزاء في استعدادا لتنفيذ الركله الركنيه واستغلالها. ادي الكره العرضيه، عرضيه خطيره، انما بيمسك بقى محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. ادي محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف، وكلنا عارفين انه في حال انتهاء المباراه بالتعادل نذهب مباشره الى ركلات الترجيح. النادي الاهلي كان حقق فوز بركلات ترجيح مره واحده، وكان تلقى الخساره ايضا بركلات ترجيح مره واحده، اما نادي الاتحاد السكندري يعني كان كسب 4 مرات في ركلات ترجيح بعد انتهاء المباراه بالتعادل، وخسر مرتين ده في حال بقى وصلنا الى ركلات ترجيح. ولكن باذن الله لاعبي النادي الاهلي يقدروا ان هم يسجلوا. ادي في لاعب من نادي الاتحاد واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه، بيتلقى كده العلاج من قبل بقى الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السكندري في مباراة اليو. هو طبعا طبيب مصطفى شريف واخصائي مصطفى جوهر مع لاعب نادي الاتحاد اللي وقع على ارض الملعب. لا زال التعادل السلبي بدون اهداف حتى الان في احداث هذا اللقاء، الاهلي مع الاتحاد السكندري.
عبد الجواد عبد الرحمن ومحمد أسامة وعبد الرحمن شريف، الثلاثي بقى اللي كانوا نزلوا في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء للنادي الأهلي، والكابتن أحمد عبد الظاهر اللي حاول ينشط الجبهة الهجومية للنادي الأهلي من أجل بقى إن هو يقدر يحقق الفوز والانتصار في أحداث هذا اللقاء من أجل مواصلة الصدارة. مشاهدينا في كل مكان، هنشوف بقى السيناريو اللي هيحصل في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مازن بيلعب الكرة الميدو، نبيل في وسط الملعب هناك ناحية اليمين، عبد الجواد عبد الرحمن بيعدي وماشي وبيسند على محمد وائل ناحية اليمين، محمد وائل بيلعب الكرة الأمامية، وادي الكرات بقى الملعوبة من لاعبي النادي الأهلي مصطفى أبو الخير، وادي عبد الرحمن شريف بيتدخل وبياخد الكرة وبيلعبها، ولكن مشتركة اتقطعت وصلت للاعبي نادي الاتحاد السكندري، وادي على طول بقى الكرة من اللاعب شوقي السعيد اللي رجع على مرماه ولعبها للحارس محمد صلاح اللي لعبها بسرعة جدا طويلة كده في اتجاه ابراهيم عبد الحكيم اللي بيلعبها لمصطفى أبو الخير، بيعدي مصطفى أبو الخير وبيلعب الكرة في اتجاه محمد أسامة، انما تعود الكرة مرة ثانية، كرات رايحة وجاية كده من لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الاتحاد، وادي الكره الملعوبه الاماميه من عبد الرحمن شريف، لاعبي الاهلي بقى لازم ينزلوا الكره على الارض ويلعبوا بقى الكرات القريبه واللمسات مع استغلال المهارات. ادي الكره العرضيه الحلوه، ميدو بيلعبها على حدود منطقه الجزاء، وادي الكره داخل المنطقه، محمد اسامه بيحاول يعدي محمد اسامه، ولكن حكم اللقاء بيدي الفاول على محمد اسامه لاعب النادي الاهلي اللي يعني بيتكلم كده مع الكابتن ابراهيم محجوب حكم هذا اللقاء، مش عاجبه القرار محمد اسامه اللي امام حضراتكم، اللي زي ما قلنا سجل هدفين في مرمى الجونة وفي مرمى فاركو في دوري هذا الموسم، وركلة حرة لصالح نادي الاتحاد السكندري، وحارس المرمى محمد صلاح اللي دايما بيضيع وقت الحقيقة. نلعب في الدقيقة 70 من عمر وأحداث المباراة مشاهدينا في كل مكان، والتعادل السلبي بدون أهداف، الأهلي والاتحاد المرحلة النهائية لدوري الجمهورية، الأهلي في الصدارة 48 نقطة، يبتعد بأربع نقاط عن أقرب منافسيه اللي هو نادي إنبي اللي لديه 44 نقطة. مشاهدينا في كل مكان، إنبي اللي بيلتقي بتروجيت، والأهلي اليوم مع نادي الاتحاد، ركلة حرة لصالح نادي الاتحاد السكندري من ناحية اليمين بتتلعب على طول أمامية عالية من اللاعب حسين محمد، وادي على طول بقى حارس المرمى وترجع الكوره وتصويبه خطيره، ادي بقى الهجمه لنادي الاتحاد، قليل جدا لما بنشوف هجمات لنادي الاتحاد، انما الحقيقه بيشكلوا بيها خطوره. انطلاقه، اسلام عبد الله بياخد فاول على لاعب نادي الاتحاد السكندري اللي هو زغلول الدسوقي، ثلاثه من لاعبي نادي الاتحاد يعني بينشطوا بقى مع الفريق الاول لنادي الاتحاد السكندري، زغلول الدسوقي واحمد بهاء وحسين محمد، ادي الفاول للاعب اسلام عبد الله، وادي على طول ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين، عبد الجواد عبد الرحمن للنادي الاهلي بيعدي وماشي، عبد الجواد يتقدم للامام بشكل جيد، عدى ولعب الكره الاماميه هناك عند اللاعب سمير محمد، انما ترجع الكره لعبد الجواد مره ثانيه اللي بيحاول ياخد الكره كده ويعمل بيها كره عرضيه، انما بيتدخل اللاعب بقى حسين محمد لاعب نادي الاتحاد وبيخرج الكره الى خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس اهلاويه من ناحيه اليمين في مباراه اليوم مشاهدينا لصالح النادي الاهلي، بتتلعب على طول، وادي مصطفى ابو الخير بيحاول يعدي، انما الكره تطلع وتبقى رمي التماس اهلاويه مره ثانيه، ميدو نبيل، ميدو جاي له مازن اسامه بيتلقى الكره مازن وبيحاول يسيطر عليها كده، انما بيضغط لاعبي الاتحاد وبياخدوها ويرجع ويجيبها لاعبي النادي الاهلي، قطعها بشكل جيد اللاعب مصطفى ابو الخير، ورجعت الكره الى حارس المرمى طارق حسن، لعبها لابراهيم عبد الحكيم لمصطفى ابو الخير مره ثانيه، عدى مصطفى اخذ مساحه في وسط ملعب نادي الاتحاد، وترجع الكره من مصطفى ابو الخير اللي لعبها لاسلام عبد الله اللي بيرجع بالكره في الخلف مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم، ونفس سيناريو الشوط الاول، نادي الاتحاد متكتل دفاعيا، شوف لاعبي الاتحاد كلهم في وسط الملعب الخاص بيهم يعني، وادي لاعبي النادي الاهلي، هنشوف بقى هيقدروا يفكوا التكتل الدفاعي ده ازاي ويتصرفوا في مثل هذه الامور. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الاماميه انما اتقطعت، وترجع الكره لابراهيم عبد الحكيم مره ثانيه لمحمد اسامه، محمد اسامه لاعب كره بينيه حلوه حلوه وتحرك كان جميل الحقيقه من اللاعب سمير محمد، انما ترجع الكره مره ثانيه، وادي الانطلاقه من ناحيه اليمين، محمد وائل والعرضيه، وادي بقى الركله الركنيه، وادي اللاعب حسين محمد لاعب نادي الاتحاد السكندري اللي مصعد مع الفريق الاول لنادي الاتحاد، بيطلع الكره الى خارج الملعب، وركله ركنيه اهلاويه من ناحيه اليمين، ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، ومازن اسامه لسه واقع على ارض الملعب لاعب نادي الاتحاد، حسين محمد
وادي على طول مصطفى بالخير بمنتهى الروح الرياضيه، بيسلم على الراجل كده وبيطمن عليه. روح رياضيه جميله ما بين الاهلي وما بين الاتحاد، علاقات كبيره طبعا بتربط الاهلي بالاتحاد السكندري وجماهير الناديين. ركله ركنيه من ناحيه اليمين بتتلعب على طول عرضيه عاليه وبيطلع دفاع نادي الاتحاد، كره من مازن ترجع لميدو نبيل، ميدو بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، وسيطره من النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، وحصار اهلاوي لنادي الاتحاد. وادي الكره العرضيه الخطيره داخل منطقه الجزاء، انما ترجع الكره مره اخرى، وادي الهجمه المرتده، ادي الهجمه المرتده، اقل اللمسات في اسرع توقيت. هل ينطبق الكلام ده بقى على الكره دي؟ انما طولت طولت طولت، وفرصه كده بقى اللاعب نادي الاتحاد مازن اشرف محي الدين في اللقطه اللي فاتت دي ما عملش كنترول جيد على الكره وما استغلش الهجمه. ترجع الكره مره ثانيه عبد الرحمن شريف، عدى عبد الرحمن انما ارتكب مخالفه، ارتكب مخالفه. والمساعد بقى الاول في مباراه اليوم محمود عامر شفناه رفع رايته واتكلم مع حكم اللقاء ابراهيم محجوب وقال له ان في فاول. ادي امامنا المساعد الاول كابتن محمود عامر، وركله حره. ادي امامنا اللقطه، وادي امامنا الاعاده، وادي امامنا هنا بقى، شوف بقى هنا اللاعب، شوف هنا اللاعب عبد الرحمن شريف، هل بقى دي كتف قانوني؟ هل دي مكاتفه قانونيه في اللقطه اللي فاتت دي؟ هل دي مكاتفه قانونيه بقى هنا اللاعب اللي هو عبد الرحمن شريف؟ ولكن يعني نترك بقى الامور التحكيميه. ادي امامنا كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني، كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني النادي الاهلي واقف على الخط ولا زال يبحث بقى مع لاعبيه عن الهدف في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، اسلام عبد الله، عدى اسلام بشكل جيد، اسلام وماشي يا ولد يا لعيب يا اسلام، عمل هجمه حلوه انما طولت 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 وطلعت وبقت رميت راس. بيحاول اسلام محمد ان هو يقوم بالدور اللي كان عامله اللاعب الحقيقه احمد اشرف في الشوط الاول من ناحيه الشمال، شفنا له هجمه وانطلاقه كده في الشوط الاول الحقيقه، ولكن الكرة المرة دي طولت وطلعت وبقت رمية تماس لنادي الاتحاد. محمود محمد لاعب نادي الاتحاد السكندري هيلعب رمية تماس، محمود أمامية عالية، وادي اللمسة بقى إبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم عبد الحكيم ومع اللاعب زغلول الدسوقي. ترجع الكرة لمحمود محمد ناحية اليمين، محمود وإبراهيم، محمود وإبراهيم، عدى محمود إنما يا ولد يا إبراهيم، يا ولد يا إبراهيم، عبد الحكيم بيضغط وبيجيبها إبراهيم عبد الحكيم. ترجع الكرة مرة ثانية للنادي الأهلي، محمد أسامة إنما طولت من محمد أسامة وطلعت وبقت رمية تماس. خلي بالك اللقطه اللي فاتت بتاعت محمد اسامه دي هي يعني لقطه الراجل عايز بسرعه ان هو ياخد الكوره ويلعب ويخلي الكوره داخل ارض الملعب ويقدروا لاعبي الاهلي ان هم يستغلوها ويحققوا منها هجمه هادفه وهجمه قويه، علشان كده طلعت. لازم تركز، لسه بدري، خلي بالك يعني هو متبقي ربع ساعه وهناك يعني فارق بسيط ما بين السرعه وما بين التسرع يعني. انما ترجع الكوره هناك ناحيه اليمين محمد وائل، خليك عارف انك بترتدي قميص النادي الاهلي اللي هم ملوك التسعين، يعني الاهلي حتى ولو المباراه وصلت لما بعد التسعين الاهلي هو ملوك الحته دي وبيقدر يسجل بقى في الوقت بدل الضايع، فعلشان كده كل ثانيه مش كل دقيقه وكل لحظه مهمه في ملعب المباراه. ترجع الكرة ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكرة هناك ناحيه الشمال للاعبي النادي الاهلي، اسلام عبد الله، مازن اسامه، مازن اسامه بيلعب الكرة في وسط الملعب مره ثانيه لمصطفى ابو الخير، ابو الخير بيلعب الكره الاماميه العاليه هناك عند محمد وائل، محمد وائل بيحاول يستلم داخل منطقه الجزاء محمد وائل وبيلعب الكره العرضيه، احيا الهجمه محمد وائل، لعبها لمحمد اسامه، محمد اسامه عدل على يمينه وحاول يسدد انما يعني غاب من السيقان الدفاعيه كده اللاعبي نادي الاتحاد، وزحمه يا دنيا زحمه داخل منطقه الجزاء. وادي امامنا بقى المجهود الكبير في اللقطه اللي فاتت من اللاعب اسلام عبد الله اللي حاول يجيب الكره انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه رمي التماس لنادي الاتحاد السكندري شوقي السعيد، وطلعت الكرة من شوقي وبقت رمية تماس أهلاوية من ناحية الشمال. رمية تماس أهلاوية من ناحية الشمال. طبعا لاعبي النادي الأهلي النهارده بيتعرضوا لموقف صعب طبعا في أداء نادي الاتحاد السكندري زي ما حضراتكم شايفين متكتلين دفاعيا، ولكن كل ده بيدي خبرات للاعبي النادي الأهلي وطرق بقى كتيرة جدا في التعامل مع المباريات المتقفلة والأمور دي كلها. وأدي ركلة مرمى حكم اللقاء متحفز كده اللي هو طبعا بقى ابراهيم محجوب وهو بيدي ركله مرمى في اللقطه اللي فاتت دي. ركله مرمى لنادي الاتحاد السكندري في احداث هذا اللقاء. سيناريوهات كتيره جدا طبعا بتشهدها مباريات كره القدم، منها مباريات بتكون مفتوحه ومنها مباريات بتكون متقفله ومنها مباريات بتكون سهله ومنها مباريات بتكون صعبه. ادي اللقطه يا راجل، دي ركله ركنيه واضحه جدا يعني. شوف الراجل حسين محمد هو اخر لاعب لمس الكره من لاعبي نادي الاتحاد انما الكره الى خارج الملعب. وادي بقى التبديلات من جانب لاعبي نادي الاتحاد السكندري. ادي التبديلات من جانب لاعبي الاتحاد السكندري، خرج اللاعب مازن اشرف وبينزل عبد العليم اسماعيل. عبد العليم اسماعيل. اقفل يا معلم
عبد العليم اسماعيل، وتبديل بقى لكابتن عصام ربيع امين المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال بتتلعب على طول، وتصل الكره مره تانية لابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين. نذكر حضراتكم انه في حال انتهاء المباراه بالتعادل نذهب مباشره الى ركلات الترجيح. كلنا عارفين ودايما بنعيد وبنزيد وبنقول للي بيتابعنا انه المسؤولين بقى في الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه مسابقات دوري الناشئين والاشبال، يعني نشوف الهجمه دي الاول خطره يا راجل. هي مش ممكن، مش ممكن شوقي السعيد، مش ممكن شوقي السعيد في ظل الحديث عن الوصول الى ركلات الترجيح، الراجل كان ممكن يسجل بقى النادي الاتحاد السكندري. شوقي السعيد فرصه في منتهى الخطوره، فرصه في منتهى الخطوره. ادي العرضيه، شوف لعيب الاتحاد السكندري وعدت الكره كده من عبد الجواد ووصلت للاعب شوقي السعيد. يعني مش ممكن، مش ممكن شوقي السعيد ضيعت ايه يا راجل، هجمه ما تضيعش تماما الحقيقه يعني. انما رجعت الكره لمحمد اسامه بيلعبها هناك ناحيه الشمال عند اللاعب بقى اسلام عبد الله. الهجمه اللي فاتت دي ممكن تفوق بقى لاعب النادي الاهلي، شفنا لاعبي الاتحاد قدروا ان هم يوصلوا وكان ممكن يسجلوا. ادي كره عرضيه خطيره جدا داخل منطقه الجزاء وترجع لمازن اسامه. مازن بيلعب كره بينيه جميله من اللاعب ميدو نبيل الى سمير محمد. ادي سمير، سمير لميدو نبيل مره ثانيه، ميدو نبيل لمحمد وائل، محمد وائل. عايزين نشوف بقى الرد الاهلاوي على الهجمه، وادي محمد اسامه، ادي محمد اسامه. خلي بالك كان يقدر يستلم وكان يقدر يوجه الكره بشكل افضل من كده اللاعب محمد اسامه. ادي العرضيه من محمد وائل نموذجيه، رؤيه حلوه قوي من محمد وائل. شوف محمد وائل لعب الكره ازاي. وادي بقى امامنا هنا اللاعب محمد اسامه كان عايز يركن الكره كده بلعبه راسيه في اقصى الزاويه اليسرى بقى للحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. احسن واحد طبعا يكلمنا عن العاب الهواء وضربات الراس الكابتن الكبير بقى والنجم الكابتن اسامه حسني. ادي كره تتلعب على طول اماميه، انما محمد اسامه في اللقطه اللي فاتت كان عنده اكتر من خيار ان هو يقدر يستلم الكوره ويقدر يتصرف فيها بشكل افضل او حتى يوجهها بلعبه راسيه بشكل افضل من كده. هجمه خطيره للاهلي ردوا بيها بسرعه على لاعبي الاتحاد. ادي كره مره ثانيه، اسلام عبد الله بيعدي وماشي من ناحيه شمال. اسلام عبد الله لسه الكره، اسلام عبد الله بيحاول والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي الاتحاد السكندري. كنا بنتكلم وبنقول انه مسؤول لجنه المسابقات بدوري الناشئين يعني اقروا بقى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراه بالتعادل سواء ايجابي او سلبي علشان يعودوا اللعيبه الناشئين على ركلات الترجيح اللي كانت سببت مشاكل لكره القدم المصريه. شفنا عدم التاهل لكاس العالم امام السنغال والخساره في النهائي لكاس الامم الافريقيه ايضا امام السنغال ومشاكل كانت سببتها ركلات الترجيح. ادي تبديلات بقى للنادي الاهلي في مباراه اليوم، والكابتن احمد عبد الظاهر هيجري تبديلين كده مره واحده في احداث هذا اللقاء. شايف انا اللاعب سمير محمد وايضا اللاعب مازن اسامه هيخرج في مباراه اليوم، والتبديلات بقى من قبل المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر في مباراه اليوم مشاهدين الاعزاء، ومحاوله يعني تنشيط الامور على المستوى الهجومي في احداث هذا اللقاء. مصطفى ابو الخير بيعدي وماشي مصطفى. ادي امامنا اللاعب عبد الله مصطفى اللي تم نزوله منذ لحظات. ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره في وسط الملعب، استلام امامنا من اللاعب ميدو نبيل. ميدو نبيل بيلعب الكره مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم. ادي ابراهيم عبد الحكيم بيعدي وماشي ابراهيم، وبيلعب الكره هنا ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء ومعديه وخطره وترجع وتصويبه الى خارج الملعب، وتصويبه الى خارج الملعب من اللاعب محمد وائل، وفرصه كبيره جدا للنادي الاهلي في مباراه اليوم. محمد وائل امام حضراتكم اللاعب اللي سجل 3 اهداف في هذا الموسم في مرمى سد باسوان ومرمى بيراميدز ومرمى بتروجيت. ادي الكره العرضيه اللي عدت بقى من اللاعب عبد الله مصطفى ووصلت لمحمد وائل ومرت الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي الاتحاد السكندري. ادي على طول كوره تتلعب وبنلعب في دقيقه 82 ورمي التماس لصالح نادي الاتحاد. رمي التماس لصالح نادي الاتحاد السكندري من ناحيه اليمين، تتلعب الكره مره ثانيه وتصل بقى هنا للاعبي النادي الاهلي اللي على طول بيجيبوها ويقطعوها. ادي الانطلاقه وادي المحاوله هنا للاعب محمود حمدي. محمود حمدي ايضا اللاعب البديل اللي كان نزل منذ لحظات. محمود حمدي محاولات لاضافه بقى يعني وتنشيط الجبهه الهجوميه من قبل كابتن احمد عبد الظاهر. يبقى نزل عبد الله مصطفى ومحمود حمدي. محمود حمدي عنده هدف في مرمى المصري البورسعيدي، وكره كده الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لصالح نادي الاتحاد السكندري.
تتلعب الكوره وتوصل مره تانية ناحيه اليمين للنادي الاهلي في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء ادي الهجمه، ميدو نبيل بيحاول يعدي ميدو وياخد منها ركله مرمى اهلاويه بسرعه على طول طارق حسن حارس المرمى. لحظات الاخيره من عمر واحداث هذا اللقاء مشاهدينا، والتعادل السلبي بدون اهداف حتى الان في المرحله النهائيه لدوري الجمهوريه، والجوله الثالثه بقى من المرحله النهائيه بعد ما اتقسم الدوري بقى لمجموعتين، مجموعه بتضم 10 فرق اللي بتشهد مباراه اليوم من اجل الحصول على لقب الدوري. ودي كره عرضيه اهلاويه، دي كره عرضيه اهلاويه ولكن الى خارج الملعب، ركله ركنيه. هل تاتي الانفراجه بقى من الركله الركنيه لصالح لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم؟ الباحثين عن هدف التقدم في احداث هذا اللقاء. اسلام عبد الله وركله ركنيه من ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي. شفنا اكتر من ركله ثابته واكتر من ركله ركنيه مع وجود لاعيبه بتجيد بقى العاب الهواء داخل منطقه جزاء نادي الاتحاد من قبل لاعبي النادي الاهلي. هل يقدر الاهلي؟ ادي الكره العرضيه العاليه الخطره ومره ثانيه. مش ممكن النهارده، يعني القائم اليمين في المرمى اللي كان على ايدنا اليمين في الشوط الاول، وادي القائم اليمين برضه في المرمى اللي في على الجانب الايسر. ادي الكره العرضيه بقى من اسلام، وادي اللمسه الراسيه في هذه اللحظات ابراهيم عبد الحكيم، ولكن القائم الايمن. يعني ثلاث قوائم النهارده، والقائم الايمن هو كلمه السر في احداث هذا اللقاء. في بعض الاحيان اللعيبه ما بتكونش موفقه، يعني تعمل اللي عليك وتقدر انك توصل وتحاول، ولكن القائم كان له راي تاني. القائم اللي في المرمى اللي قدام حضراتكم ده، والقائم اللي على الجانب الاخر برضه، يعني في الشوط الاول كورتين في القائم الايمن، وفي الشوط الثاني ايضا كوره في القائم الايمن للنادي الاهلي. تتلعب الكرة مرة تانية، خطرة جدا، ولكن برافو يا ولد يا طارق يا حسن، برافو يا طارق يا حسن، على الرغم من ان طارق حسن الكرات قليلة جدا اللي وصلت له، انما خلي بالك من التمويهة ولاعب نادي الاتحاد اللي غطى عليه اهو. خلي بالك بقى لاعب نادي الاتحاد، وادي بقى الكرة اللي اصطدمت بعد الجواد عبد الرحمن، وفرصة في منتهى الخطورة، فرصة في منتهى الخطورة لنادي الاتحاد السكندري في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. انما برافو يا طارق يا حسن، رد فعله سريع على الرغم من انه لاعب نادي الاتحاد السكندري، هوشه كده بلغه الكره الحقيقه. وادي تصويبه مره ثانيه من جانب لاعبي نادي الاتحاد، ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وركله مرمى اهلاويه في احداث هذا اللقاء. خمس دقائق الاخيره بقى من عمر الوقت الاصلي من احداث هذا اللقاء، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره لاسلام عبد الله ناحيه الشمال، اسلام بيلعب الكره الاماميه، انما على طول مقطوعه مره ثانيه من لاعبي نادي الاتحاد. الوقت الحرج بقى في احداث هذا اللقاء. كره تتلعب على طول ولسه الكره في الملعب، انما يبدو انها خرجت وبقت رميه تماس اهلاويه من ناحيه الشمال بتتلعب على طول. استلام من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، بيلعب الكره لابو الخير اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين. استلام من محمد وائل اماميه، وادي اللمسه، انطلاقه اهلاويه من ناحيه اليمين، وادي الكره العرضيه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف. ما وصلتلوش كور كتيره الحقيقه اللاعب عبد الرحمن شريف منذ نزوله، يعني هو لعيب هداف لديه أربع أهداف زي ما قلنا في دوري هذا الموسم، سجلهم في مرمى بلدية المحلة والجونة وطنطا وطلائع الجيش. أدي أمامنا حارس المرمى النادي الأهلي طارق حسن، بيلعب الكرة إلى ميدو نبيل كابتن الفرقة. ميدو بيفتح الملعب ناحية الشمال لإسلام عبد الله، إسلام بيلعب كرة بينية حلوة، أدي بقى الانطلاقة الحلوة، وأدي الكرة عبد الله مصطفى بيحاول يعدي عبد الله، لكن الكرة إلى خارج الملعب وركلة مرمى. كرة إلى خارج الملعب، حسين محمد كان مع اللاعب عبد الله، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى لصالح نادي الاتحاد السكندري في مباراة اليوم. ركلة مرمى النادي الاتحاد، محمد صلاح حارس المرمى. إنما يعني التوفيق كان غايب عن لاعبي النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم. ثلاث كور في القائم في مباراة اليوم. تتلعب الكرة مرة ثانية علي ومعدية، وراجع الكرة مرة ثانية من عبد الجواد عبد الرحمن أو ده إبراهيم عبد الحكيم. وتتلعب الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للأهلي. سيناريو المباراة منذ بدايتها، يعني منذ الشوط الأول، والأهلي هو اللي ماسك كورة، والأهلي هو اللي بيحاول، ولاعيبي نادي الاتحاد متكتلين على المستوى الدفاعي وبيعملوا بعض الهجمات القليلة اللي بتكون خطيرة شوية. أدي أمامنا طبعا كابتن مؤمن زكريا اللي متواجد في ملعب المباراة في أحداث هذا اللقاء بيتابع المباراة، حبيب الأهلاوية طبعا كابتن مؤمن زكريا أمام حضراتكم. وادي امامنا الكابتن محمد شوقي. نجوم كبار يا جماعه، نجوم كبار قدموا الكثير والكثير وبذلوا الكثير من الجهد والعرق
مع النادي الاهلي في دوري هذا الموسم. وادي السلامات بقى على الكابتن مؤمن زكريا محبوب، وواحد من النجوم الكبار جدا طبعا كابتن تامر حفني مدير بقى قطاع البراعم في النادي الاهلي، اللي كان توجه للسلام على الكابتن مؤمن زكريا في اللقطه الماضيه، في لقطه جميله الحقيقه طبعا. ابناء النادي الاهلي اللي دايما بيقدموا نماذج مشرفه وجميله جدا في كره القدم المصريه على مستوى بذل الجهد والعطاء والعرق والتاريخ المشرف طبعا لهؤلاء النجوم وهؤلاء اللاعبين، واللي ان شاء الله ايضا نشوف ينقلوا خبراتهم بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي ويقدروا ان هم يطلعوا نجوم كبار. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين وتوصل الكره مره ثانيه للنادي الاهلي، خلاص وصلنا للحظات الحرجه والوقت الحرج. وادي بقى عبد الله بيلعب الكره ناحيه الشمال لصالح لاعبي النادي الاهلي، اسلام، اسلام بيلعب الكره العرضيه، وادي اللمسه بقى الراسيه المره دي، اللمسه الراسيه في اللقطه الماضيه مشاهدين الاعزاء من اللاعب محمود حمدي، انما تصل الى حارس المرمى محمد صلاح. محمد صلاح، وادي الكابتن محمد شوقي، ادي الكابتن محمد شوقي، ادي الكره تتلعب الى حارس المرمى محمد صلاح. كابتن محمد شوقي الراجل يعني هينزل يلعب في اللقطه اللي فاتت دي. ادي الكره تتلعب على طول اماميه توصل هناك ناحيه الشمال، ومحاوله لصالح نادي الاتحاد السكندري عن طريق اللاعب عبد العليم اسماعيل اللاعب البديل اللي نزل في شوط ثاني، حاول يعدي، وهنشوف حكم اللقاء اداها رمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين. ادي امامنا اللاعب عبد العليم اسماعيل، وادي على طول الكابتن محمد شوقي واقف على الخط. تتلعب الكره مره ثانيه ابراهيم، ابراهيم عبد الحكيم، كره اهلاويه في وسط الملعب في الدقيقه الاخيره، دقيقه 90 بقى من والدقيقه 45، دقيقه 90 في مجمل المباراه، 45 من احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والتعادل السلبي بدون اهداف. ميدو نبيل، ميدو بيلعب الكره في وسط الملعب، عبد الله مصطفى، عدى عبد الله، عدى عبد الله، عدى عبد الله، سدد يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، كان عنده فرصه انه يصوب في اللقطه اللي فاتت دي، عبد الله كان عنده فرصه انه يصوب بشكل جيد الحقيقه، الكره كانت مفتوحه كده ولكن هو خدعنا احنا، انا قلت هيسدد الحقيقه اللاعب عبد الله مصطفى. وادي مصطفى بالخير، سلامات يا مصطفى، الف سلامه. على طول حكم اللقاء بيستدعي رجال الاعلام، علاء مأمون طبيب الفريق اللي على طول بينزل سريعا علشان يطمئن على سلامة اللاعب مصطفى بالخير، ألف سلامة مصطفى. مصطفى بالخير لاعب النادي الأهلي اللي هو على أرض الملعب. لا زال التعادل السلبي بدون أهداف، أدي اللقطة وأدي الإعادة وأدي الكورة وأدي الراجل وقع على يعني دراعه كده اللاعب مصطفى بالخير، ألف سلامة، ألف سلامة. وشفنا بقى التدخلات العنيفة من لاعبي نادي الاتحاد السكندري في أحداث هذا اللقاء. يعني حكم اللقاء بقى إبراهيم محجوب اللي هو مطالب بتوفير الحماية للاعبي النادي الأهلي. المطالب لاعبي النادي الأهلي. ادي الاعاده، ادي الاعاده، شوف بقى هنا، شوف اللقطه، شوف اللقطه وشوف الكوع وشوف الاشتراك في اللقطه الماضيه مع اللاعب مصطفى بالخير، ويعني بالستارز كده وداس على يد اللاعب مصطفى وهو على ارض الملعب لاعب النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا، ادي امامنا طبعا واقع على ارض الملعب اللاعب مصطفى بالخير لاعب النادي الاهلي بيتلقى العلاج. وزي ما قلنا ونذكر حضراتكم انه في حال انتهاء المباراه بالتعادل هنذهب مباشره الى ركلات الترجيح في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي امامنا طبعا لسه واقع على ارض الملعب اللاعب مصطفى بالخير. النادي الاهلي اللي اجرى تبديلات بنزول محمود حمدي ومحمد اسامه وعبد الله مصطفى وعبد الرحمن شريف وعبد الجواد عبد الرحمن، خماسي كده من لاعبي النادي الاهلي نزلوا في الشوط الثاني في محاولة لتدارك الأمور على المستوى الهجومي، وحاول الكابتن أحمد عبد الظاهر في مباراة اليوم، ولكن يعني القائم كان له رأي تاني الحقيقة. ثلاث كور في القائم، ثلاث كور في القائم في مباراة اليوم، اللي متابع معانا بقى المباراة منذ بدايتها كده هيشوف الثلاث كور اللي يعني كانوا اصطدموا بالقائم الأيمن سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. لا زال اللاعب مصطفى بالخير واقع على أرض الملعب، ويبدو اننا يعني اننا هنذهب بقى الى ركلات الترجيح. هتستمر الاثاره في مباراه اليوم. مصطفى بالخير، الف سلامه يا مصطفى، الف سلامه يا مصطفى، لعيب من اللعيبه الكبار والمميزين، الراجل كان بيعاني من اصابه كده ولكن الف سلامه يا مصطفى، الف سلامه يا مصطفى، ان شاء الله يكون سليم ونطمئن عليه. ادي امامنا طبعا دكتور علاء مأمون مع مصطفى بالخير، والاسعافات بقى للاعب مصطفى بالخير، ان شاء الله سليمه يا مصطفى، ان شاء الله نطمن عليك يا مصطفى، الف سلامه عليك يا مصطفى، ان شاء الله يعني الاصابه شكلها يعني كده يخوف شويه، انما ان شاء الله يكون سليم مصطفى بالخير، ان شاء الله يكون سليم مصطفى بالخير.
ان شاء الله يكون سليم مصطفى بالخير، ويعني يقوم بسلامة الله. كل الدعوات لمصطفى بالخير بإذن الله انه يكون سليم ويقوم ويكمل المباراة. ألف سلامة يا مصطفى. ادي اللقطة وادي اللعبة وادي الإعادة، وشوف الراجل يعني وقع ازاي، اشتراك بقى في اللقطة اللي فاتت دي والعنف، وادي الراجل يعني بالاسترز كده في وجه اللاعب مصطفى بالخير اهو. شوف شوف شوف، يعني صعب من جانب لاعب نادي الاتحاد السكندري، ويعني برضو للأمانة علشان نبقى منصفين ممكن ما يكونش أخد باله اللاعب، يعني هو طبعا اشتراك في كرة القدم، ولكن إن شاء الله يكون سليم اللاعب مصطفى بالخير. وادي على طول بيستدعوا الإسعاف، واضح من الإشارات. سلامات يا مصطفى، ألف سلامة يا مصطفى بالخير، ألف سلامة لمصطفى بالخير لاعب النادي الأهلي، ألف سلامة لمصطفى بالخير لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم اللي وقع على أرض الملعب في أحداث هذا اللقاء اللي مستمر بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. الأهلي والاتحاد السكندري تلعب في الدقيقة 94 من عمر أحداث المباراة، الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والتعادل السلبي بدون أهداف في إطار المرحلة النهائية لدوري الجمهورية مواليد 2003. الأهلي متصدر البطولة حتى الآن مشاهدينا الأعزاء. أدي اللقطات والإعادات، واللاعب محمد وائل اللي سدد في اللقطة اللي فاتت، ومحمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد، وادي بعض الهجمات بقى النادي الاتحاد السكندري اللي شفناها في أحداث هذا اللقاء. يعني على فترات كده نادي الاتحاد السكندري شكلوا خطورة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. ادي أخطر لعبة مش ممكن هنا، مش ممكن اللاعب شوقي السعيد ضيع فرصة غريبة جدا، فرصة غريبة جدا، وادي الراجل بقى يعني بيندب حظه في اللقطة اللي فاتت دي أهي. شوف شوف عدت إزاي، شوف عدت إزاي ولعبها بشماله وضيع فرصة كبيرة جدا لنادي الاتحاد السكندري كان يقدر يسجل منها الاتحاد. ادي اللقطة بتتعاد امام حضراتكم، ولكن هل لمست يد المهاجم؟ يعني معرفش، انما ركلة مرمى، انما ركلة مرمى ضاعت يعني الهجمة. وادي بقى الكرة بتاعت محمد أسامة اللي رد عليها على طول لاعبي النادي الاهلي بعدها على طول، وكان يقدر محمد انه يسجل. لا زال مصطفى بالخير واقع على ارض الملعب، ان شاء الله يكون سليم، ان شاء الله يكون سليم مصطفى بالخير. ادي على طول رجال الاسعاف، ادي على طول رجال الاسعاف، الف سلام، الف سلام يا مصطفى، الف سلامه يا مصطفى، مصطفى ابو الخير لاعب النادي الاهلي، لاعب من اللاعبين الرجاله ولاعب من اللعيبه المميزه جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي اللي تلقى يعني ضربه كده في رقبته اعتقد. فالراجل على طول، ادي عربيه الاسعاف امام حضراتكم، ادي عربيه الاسعاف، واضح انه هيتم نقله للمستشفى سريعا، ان شاء الله يكون سليم مصطفى بالخير، ودكتور علاء مأمون على طول معاه. ادي الاسعاف على طول هينزل ارض الملعب، ادي على طول عربه الاسعاف الى داخل ارض الملعب علشان تسعف بقى اللاعب مصطفى ابو الخير لاعب النادي الاهلي. الف سلامه يا مصطفى، الف سلامه يا مصطفى، خالص الدعوات والامنيات لمصطفى ابو الخير بان الاصابه بتاعته تكون بسيطه باذن الله، ويقدر بقى ان هو يقوم بسلامه الله، يقوم بسلامه الله. الف سلامه عليك يا بطل مصطفى ابو الخير لاعب النادي الاهلي اللي واقع على ارض الملعب في يعني لحظات تحبس الانفاس هنا في ملاعب الاهلي بمدينه نصر. انما على طول بقى الجهاز الطبي للنادي الاهلي على طول معاه، ورجال الاسعاف نزلوا، وادي اللاعب مصطفى ابو الخير امام حضراتكم، ان شاء الله يكون سليم، ان شاء الله تكون سليم يا مصطفى، مصطفى ابو الخير لاعب النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. مصطفى ابو الخير، ويبدو ان هم مثبتين رقبته كده زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصوره، حطوا له حاجه على رقبته كده علشان يثبتوها. جهاز الطبي للنادي الاهلي ورجال الاسعاف في يعني ارض الملعب. ادي على طول مصطفى ابو الخير لاعب النادي الاهلي، رجال الاسعاف مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وادي اللعيبه بقى الاتحاد ولاعيبي النادي الاهلي كلهم حوالينه بيطمنوا عليه. ان شاء الله نطمن على مصطفى بالخير والاصابه تكون بسيطه وتكون سليمه، لعيب من اللعيبه المميزين واللعيبه الرجاله، ولعيب محبوب على المستوى الشخصي وعلى المستوى الخلقي. اللاعب مصطفى بالخير امام حضراتكم اهو، مصطفى ابو الخير الى عربه الاسعاف، الف سلامه عليك يا مصطفى، الف سلامه عليك يا مصطفى. عربه الاسعاف داخل ارض الملعب، وعلى طول مصطفى بالخير وهيتوجه بالتأكيد إلى أقرب مستشفى، وإن شاء الله نطمن مع حضراتكم على مصطفى بالخير
من خلال بقى الاستوديو التحليلي ومراسلنا طبعا في ملعب اللقاء المتألق فاروق صلاح مع الكابتن بقى أسامة حسني والكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد سند. أدي أمامنا عربة الإسعاف بعد ما يعني أخدت كده اللاعب مصطفى أبو الخير لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم. لا زالت عربة الإسعاف داخل أرض الملعب مشاهدينا الأعزاء، وأدي على طول الكابتن محمد شوقي والناس كلها نزلت أرض الملعب بتطمئن على سلامة بقى اللاعب مصطفى أبو الخير. إن شاء الله يطمنونا طبعًا ونطمن حضراتكم على اللاعب مصطفى أبو الخير لاعب النادي الأهلي اللي داخل عربة الإسعاف في هذه اللحظات ويتوجه سريعًا إلى المستشفى. سلامات يا مصطفى في مباراة اليوم الأهلي مع الاتحاد السكندري وبنلعب في الدقيقة 99. طبعًا المباراة متوقفة نظرا لاصابه مصطفى ابو الخير واسعافه داخل ارض الملعب ونزول عربه الاسعاف الى داخل ارض الملعب والتوجه بمصطفى ابو الخير زي ما حضراتكم شايفين كده واضح انها هتروح الى اقرب مستشفى من قريبه طبعا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. ادي اللقطه وادي الاعاده وادي الكوره وشوف شوف بقى هنا الراجل وهو طبعا بيسقط على ارض الملعب كده اصطدم بوجهه ورقبه بقى اللاعب مصطفى ابو الخير. ادي الكوره تتلعب الكره مره تانية، عبد الله بيلعب كره بينيه للاعبي النادي الاهلي انما بيطلع لاعبي نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. نلعب في الدقيقه 100 من عمر واحداث هذا اللقاء ونذكر حضراتكم ان المباراه توقفت لمده كبيره جدا طبعا نظرا لاسعاف بقى اللاعب مصطفى ابو الخير اللي ان شاء الله نطمن حضراتكم عنه. ادي كره بتتلعب في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله وكره كده ملعوبه عند اللاعب حسين محمد اللي بيسيبها وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الاتحاد السكندري من ناحيه اليمين. تعادل سلبي بدون اهداف ويعني بالتاكيد لاعبي النادي الاهلي دلوقتي مشغولين بزميلهم اللي هو مصطفى ابو الخير لاعب الفريق اللي طبعا ذهب كده بعربه الاسعاف الى المستشفى. ان شاء الله يكون سليم مصطفى ابو الخير. تتلعب الكره اماميه للاعبي النادي الاهلي. هنشوف بقى حكم اللقاء هل يصفر وينهي المباراه ونذهب مباشره الى ركلات ترجيح ولا هيكون هناك وقت داخل الوقت المحتسب بدلا من الضائع نظرا لتوقف المباراه زي ما قلنا لاصابه اللاعب مصطفى ابو الخير. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكره للاعب ابراهيم عبد الحكيم بيعدي ابراهيم وماشي. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين للاعبي النادي الاهلي. ميدو بيلعب الكره العرضيه على حدود منطقه الجزاء. عبد الرحمن او ده هنا اللاعب محمود حمدي ترجع الكره مره ثانيه من اسلام عبد الله اماميه. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعبها عاليه ومعديه واصله هناك ناحيه اليمين لصالح لاعبي نادي الاتحاد السكندري عند سعيد السعيد. سعيد السعيد اللي نزل في احداث اشوط ثاني من هذا اللقاء. هجمه للاتحاد تتلعب على طول توصل لاسلام. اسلام عبد الله للنادي الاهلي. اسلام عبد الله بيلعب الكره الاماميه العاليه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف وادي الكره الملعوبه في اتجاه اللاعب محمد وائل وكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وحكم اللقاء كابتن ابراهيم محجوب بيبص في ساعته. تتلعب الكرة مرة تانية للنادي الأهلي والكل واقف هنا في ملعب اللقاء سواء بقى الجهاز الفني للنادي الأهلي أو الجهاز الفني للنادي الاتحاد واللحظات بقى الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يعني دقيقة 102 وادي كرة خطرة للنادي الأهلي وعلى طول بيطلع دفاع نادي الاتحاد. كرة خطرة للاعب عبد الله مصطفى إنما دفاع نادي الاتحاد بيخرجوها وإلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس أو ركلة ركنية. هنشوف للنادي الأهلي رمية تماس هتتنفذ زي الركلة الركنية. اسلام عبد الله دايما متعودين عليه. ادي الاعاده وادي الكره العرضيه اللي كانت داخل منطقه الجزاء وعدت كده للاعب عبد الله مصطفى اللي كان في كانت هجمه في منتهى الخطوره للنادي الاهلي انما طلعت ورجعت الكره عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكره للنادي الاهلي هناك ناحيه اليمين. ميدو نبيل اللي بيلعب كره عاليه داخل منطقه الجزاء وادي اللمسه عبد الرحمن وخطره جدا احمد اشرف ويعني لعبه خطر كده دينجرس بلاي وحكم اللقاء ابراهيم محجوب بيدي المخالفه لصالح نادي الاتحاد السكندري في احداث هذا اللقاء. نلعب في الدقيقه 103 من عمر واحداث المباراه مشاهدينا الاعزاء في احداث هذا اللقاء والدقيقه 13 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني وكاننا بنلعب في اوقات اضافيه ولكن نذكر حضراتكم طبعا بتوقف المباراه نظرا لاصابه اللاعب مصطفى ابو الخير. ان شاء الله يطمنونا عليه بالتاكيد. تتلعب الكرة مرة تانية اسلام عبد الله
كرة في وسط الملعب للاعبي النادي الأهلي، ترجع للاتحاد في وسط الملعب كده زي ما حضراتكم شايفين، وحكم اللقاء بيدي فاول كابتن إبراهيم محجوب حكم منطقة بورسعيد لكرة القدم، وادي لاعب نادي الاتحاد السكندري واقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة. اللاعب اللي هو عمرو محمد مطوع لاعب نادي الاتحاد السكندري في مباراة اليوم. عمرو محمد وحكم اللقاء كابتن إبراهيم محجوب في مباراة اليوم، الأنظار كلها تتجه إليه كده، وركلة حرة لصالح لاعبي نادي الاتحاد السكندري بتتلعب على طول الكرة مرة تانية. إنما شوف بقى عزيزي المشاهد أهمية عربة الإسعاف وتواجدها في ملعب المباراة، يعني لقطة زي بتاعة اللاعب اللي هو طبعا مصطفى خيري، وجود عربة الإسعاف مهمة جدا 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 طبعا، والنادي الأهلي حريص على الأمور دي، وكلنا طبعا بنتابع بقى الدوريات اللي هي الدرجات الثالثة والرابعة والدوري الثانية الدرجة الثانية، وبعض الملاعب اللي ما بيكونش متواجد فيها عربات إسعاف. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد إنه عربة الإسعاف ما تكونش موجودة في إصابات خطيرة، الأمور بتبقى سيئة لأبعد حد يعني، فعلشان كده عربة الإسعاف مهمة جدا جدا جدا. إمكانيات أندية بقى في الدرجات اللي هي الفقيرة دي فالأمور بتبقى صعبة شوية، ونتمنى ان احنا دايما ما نبقاش رد فعل، يعني ما نستناش وقوع المشكله وبعدين نبدا ندور على حلول، لا طبعا. النادي الاهلي نادي كبير ونادي من الانديه الكبيره المحترفه والاحترافيه، وطبعا كل عوامل الامان متوفره وحاجه متميزه، وعربه الاسعاف موجوده والناس كلها موجوده والدكاتره والامور كلها يعني على خير ما يرام طبعا في النادي الاهلي، مؤسسة كبيرة طبعا برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب، الأسطورة الأهلاوية والأسطورة المصرية والعربية والإفريقية الكبيرة طبعا، ومجلس إدارة النادي الأهلي وقطاعات الناشئين للنادي الأهلي. لازال مشاهدينا الأعزاء اللقاء مستمر، وبنلعب يمكن في الدقيقة 15 وكأننا بنلعب شوط أول إضافي يعني في أحداث هذا اللقاء، والتعادل السلبي بدون أهداف حتى الآن لازال قائم، وإبراهيم محجوب حكم اللقاء لازال لم يطلق الصافرة حتى الآن، ما انهاش اللقاء حتى الان. ترجع الكره مره ثانيه، ابراهيم عبد الحكيم بيعدي من ناحيه شمال، ابراهيم عبد الحكيم بيعدي وبيلعب الكره، وادي عبد وادي بقى هنا عبد الرحمن شريف بيلعب الكره الاماميه بقى في اتجاه اللاعب محمد صلاح. كنا دايما بنقول الاهلي ملوك التسعين، هل بقى نقول الاهلي ملوك المية؟ يعني الوقت بقى طبعا نلعب في الدقيقه 105 ترجع او 106 دلوقتي، دخلنا في الدقيقة 106، ادي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، وادي اللمسة الرأسية، وادي كرة خطرة، دي كرة خطرة بقى للاعب عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف اللي لديه 4 أهداف في دوري هذا الموسم، كان عايز يضيف بقى الهدف الخامس ليه على المستوى الشخصي والأول للأهلي في المباراة. وادي محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد بيضيع وقت، وحكم اللقاء إبراهيم محجوب راح له وهيديله إنذار. حكم اللقاء راح له واداله إنذار. اداله إنذار كده حكم اللقاء كابتن إبراهيم محجوب لحارس المرمى محمد صلاح. ادي أمامنا اللاعب عبد الرحمن شريف اللي كان نزل في اشوط تاني بدلا من اللاعب علي نادر. ونذكر حضراتكم مشاهدي الاعزاء ان الاهلي يعني لديه 3 كور في القائم، 2 في الشوط الاول وواحده في الشوط الثاني، وده ان دل على شيء هيدل على تخلي توفيق النهارده على لاعبي الاهلي. وادي هجمه خطر، ادي هجمه خطر، محمد وائل داخل منطقه جزاء نادي الاتحاد، ادي محمد وائل لسه الهجمه للاهلي، وادي التمريره بين محمد وائل انما وصلت لزغلول الدسوقي، وهجمه مرتده النادي الاتحاد، هجماتهم المرتده في بعض الاحيان بتكون خطيره انما اتاخروا المره دي ولعبها الراجل الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تلس. نلعب في الدقيقه 107 وكاننا بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاضافي الاول، يعني اللي هو طبعا الشوط الاضافي بيكون مدته 15 دقيقه، دلوقتي 17 دقيقه وقت ضايع. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه ناحيه شمال، وادي المحاوله للاعب عبد الله مصطفى، انما على طول دفاع نادي الاتحاد وركله ركنيه، ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ادي على طول محمد اسامه والركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، الركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، اسلام عبد الله اعتقد اسلام، ادي الركله الركنيه الاهلاويه في مباراه اليوم. وادي امامنا اللاعب محمد اسامه مع حارس المرمى محمد صلاح، ركله ركنيه اهلاويه تتلعب على طول عاليه ومعديه، وادي اللمسه مره ثانيه ولسه الكوره تتلعب من محمد وائل بلعبه راسيه، ولا زالت الخطوره مستمر لما بيطلع دفاع الاتحاد، وترجع الكره مره ثانيه من اسلام عبد الله في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف لاسلام لمحمد وائل، عرضيه على حدود منطقه الجزاء. وفي هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء كابتن ابراهيم محجوب حكم منطقه بورسعيد لكره القدم ينهي هذا اللقاء الماراثوني بين الاهلي والاتحاد السكندري في وقته الاصلي بالتعادل السلبي بدون اهداف.
بعد لحظات هيكون هناك يعني ركلات الترجيح مشاهدينا الأعزاء. أما الآن نعود إلى الكابتن أسامة حسني والكباتن بقى كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت، ومن ثم يعود إلينا أو تعود إلي الكلمة عند تنفيذ ركلات الترجيح.